انت بقى الكلام ده عندك يا اخوان. طب مش نستنى طب لما نعمل حصر طب يا زيزو الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا زيزو؟ اهلا. ازيك يا دكتور؟ انا كنت جايه ابارك لك يعني على العربيه وعلى المحل. طيب انا هروح اراجع مع الراجل الحاجات دي وبعدين هرجع اقول لك انا عملت ايه. راجل مين؟ الراجل عشان خاطر بس نخلص الفواتير هخلصها وارجع لك على طول. اتوكل على الله. ماشي، بعد اذنك يا لبنى. اتفضلي. ايه؟ الله يبارك فيك يا لبنى. انت فين مختفي؟ احنا مش في كلام بيننا لسه ما كملش؟ كل الكلام قاله عم لطفي خلاص. لا لسه في كلام ما تقلش. احنا مش هينفع نتكلم هنا. ممكن نطلع نقعد في حته ونتكلم؟ ملوش لازمه الكلام دلوقتي، وقت الفعل. طيب انت يعني بسم الله ما شاء الله يعني عملت فعل جامد اهو. ناوي توصل لحد فين يا زيزو؟ لحد ما احس ان مفيش حد في شارع عبد العزيز كله بيبص لي على اني صنايعي كهربائي غلبان. فهمتي؟ للدرجات دي كلام بابا جرحك؟ فوقني بجد، فوقني. انا كنت واخد في نفسي حتتين قلم، كنت حاسس ان الشطاره والمفهوميه هتخلي الدنيا دي كلها تحترمني زي ما انا بحترم الدنيا دي كلها، لكن طلع الحقيقه غير كده خالص. انا لسه بحبك وبحترمك يا زيزو. انت همك مين في الشارع غيري؟ طب لسه ما فهمتش الدرس اللي ابوك شرحه بالتفصيل. سيبك منه، انا هقنعه. الفرق اللي بيني وبينك ما نقدرش نداوي حتى بالفلوس، افهمي بقى. ابوك قالها وهو عنده حق، تتجوزي صنايعي تعملي بيه؟ احنا مش لبعض يا لبنى، صدقيني احنا مش لبعض. حكم ابوك حكم بيه علينا، كان لازم اتوجع عشان افهم الدرس كويس، ويا ريتك تكون انت كمان فهمتي. يعني خلاص. لا بس بقول لك ايه، واد جدع ومطقطق. طقطق بأمارة ال 115 ألف جنيه اللي لهفهم مني؟ ما كنتش دفعت، ما دام محروق عليهم كده. يعني اسيب مستقبل ابني يضيع عشان كلب زي ده؟ طب ما انت كمان دفعت 10 بواك. اللي خده مني ومنك حقه يا شرشابي. يا كسر حقه. 115 ألف جنيه اللي خدهم حقه منين يا قنديل؟ ها؟ انت نسيت ولا ايه؟ لما لقيت الراجل جاب زبون وبقى عنده بضاعة اديته فلوس عشان يعمل شوية غسالات ويمشي حالي انا وانت، انت اللي اصريت نكتب وصلات امانة مني ليك. امال مين اللي سرق بضاعته؟ اللي بلغ عن مخزني والغسالات والكارتات يا شرشابي. هو مين ده بقى؟ يالا ما تفورش دمي. ليه انت نسيت؟ نسيت لما خدت وصلات الامانة وهديت الراجل ان لو ما دفعش هتسجنه؟ ما انا جبت لك الوصولات والفلوس على داير المليم واديتهم لك، ولا كنت عايز البضاعه والفلوس هما الاثنين يضيعوا؟ خلاص بقى، خلاص بقى يا شرشابي، خلصنا. مفيش حاجه بتموت يا قنديل. وال115 الف جنيه دول اخدهم من حباب عينيه، ويمكن اخدهم الطقطقين كمان. فرجني انت، ده انت جرابك ما بيخلاش من التعبين يا اخي. الله، مالك يا قنديل بتكلمني من تحت درسك كده؟ في بس كده طلع لي دم الفلساني. لا سلامتك، باخد لك معلقه عسل كده على لسانك عشان تروق. سلام. ماشي كده كده هنتقابل في فرح البنوته. بقول لك ايه، ابقى حط لي كالونيا. الحراره جت. الله ينور يا اسطى. تمام 100 100. الله يبارك لك. حاجة قنديل. الله 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 الله. قنديله الحلو. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ حبيبي. ايه الحلاوة دي؟ ألف مبروك يا أخويا، ألف مبروك. اوعى يكون حد بارك لك قبلي. ازاي؟ طول عمرك صاحب واجب وسباق يا عم قنديل. ربنا يخليك. سيب اللي في إيدك وروح حاطط من حاجة ساعة طيارة. حاجة طيارة ولا حاجة ساعة؟
ايه رايك؟ هو الشغل ده كله بقى اللي عامله الفنان؟ لا بجد. لا ده واد فنان ما غركش منظره. لا لا باين عليه. اديله واحده كده بتاعت لن اسكت في عالم تحكمه المادة تاني. لا لا بس فنان. لا بجد فنان. مش مهم الدقن والجلابيه، عارف ده لو بلبوس فنان. طالما فيها بلبوس بقى انا اروح اصلي وادعي لكم انتوا الاثنين. الله يوسع عليك. ربنا يكرمك. دعواتك دعواتك. الف سلامه يا اخوي. عايزك في سبوبه عاليه قوي. العب. ايه يعني؟ ايه دي يعني؟ مبلول ولا عادي بالنسبه لك؟ طيب تعالى بقى. قول لي بقى ايه دي؟ ليه يعني ايه مضروب مش مضروب؟ مضروب مش مضروب. الفوازير دي السبوبه دي سخان. ما انا شايف الربات عماله تعتق من صباحيه ربنا. السخان الالماني. ايوه ايوه هي دي حاجه الطايره جت ساقعه اهي. اتوكل على الله يا اخويا. اي خدمه. واقف لي بره هنا قريب عشان لو احتجتك في حاجه. طيب اهي دي بقى الليله. بس انا مش هارش برضه. بس انا شارش ايه؟ انا اهرش انا؟ اقول لك هي دي الليله. الليله ايه بقى؟ اتفضل. ان السخان ده ياكل الماني في السوق. بس هو مش ألماني. يعني ايه برضه؟ انت بقيت غريب قوي. صديت مني. اقول لك انا ازاي. قولي ازاي. ايه؟ انت قولي ازاي هي. ازاي؟ ايوه اقول لك انا ازاي. في مصنع ألماني. باع خط الانتاج وكل المواد اللي عنده. مين اللي خده منه؟ مين؟ ها؟ هونج كونج. هونج كونج. هونج كونج هما اللي خدوها. قفلوا في الهونج كونج كله على بعضه وجربوه 100 100. نزلوه ايه السوق على انه الماني. الله اكبر عليك يا سيد المعلمين. الله يخليك. الحمد لله على السلامه يا معلم. الله يخليك. الله يسلمك. الله يخليك. الله يخليك. معلش لا مؤاخذه السؤال صغير كده. هو السخان ده في حاجة يعني زي ليه الغسالة بتاعتنا القديمة اياها؟ تاني؟ ايه؟ تاني يا زيزو؟ ما انا قلت لك تاريخ حياته كلها، يعني غنيها لك تاريخ حياته هين، ما شفت زيه سخان. وربنا انت عسل يا معلم. ربنا يخليك. طب معلش لا مؤاخذة سؤال تاني برضه رفيع كده. ايه؟ انا شايف قاعد معاك المعلم شرشابي. انت قلت له على المصلحة؟ قلت له؟ قلت له. ليه؟ قلت له بس قلت له استوهته. ازاي بقى؟ قلت له يعني في كذا وبتاع، وبعدين قلت له ومحتاج صمام اوتوماتيك. هو محتاج صمام اوتوماتيك فعلا؟ انا بقول لك بتوهه. وعارف ليه انا عملت كده؟ ليه؟ انت السبب. ازاي بقى؟ اقول لك ليه بقى؟ ما انت قلت لي انه لوك لوك. قلت له انا الكلمتين دول، جريت على الوضع عطيه. سالته، قررته. قال لي كل اللي انت قلته له قاله لي. شفت بقى رغيف؟ يعني فهمت ان انا صح؟ طبعا صح وصح جدا. ياه انا من زمان وانا عايز اكلمك على الشرشابي ده. انت عارف ان الشرشابي ده هو اللي وزع على ابوك؟ هقول لك ازاي. ابوك كان محتاج يشتغل وعاوز بضاعه، رحت جبت له بضاعه وانا اللي دفعت الفلوس. شرشابي اصر انه لازم يكتب وصلات امانه. انا ما كنتش عايز. يعمل ايه بقى؟ يوز حد يروح يسرق البضاعه بتاعت ابوك ويخليه يدفع وصلات الامانه كلها. شفت شرشابي؟ عشان كده انا بحبك يا زيزو. عايزك تاخد بالك قوي. اوعى اي حد وانت في السوق ياكلك كتف، يديك بنيه تقع وتبقى حته ازاز زي ما حصل مع ابوك وتتفشفش 600 حته. الله يرحمه. بقى يقول لك ايه بقى عشان نخرج من اللي احنا بنعمله ده؟ فرح البت سمية اختك النهارده، ايه هتشرفني ولا ايه؟ طبعا يا معلم. خلاص؟
بس انا يعني مش شايف فراشه ولا اي حد بينصب حاجه. ما انا راح لهم جاري اهو عشان اجيبه، بس انت لازم تشرفني ان شاء الله. هستناك طبعا. انا بس عندي النهارده زي ما انت شايف كده افتتاح وبلم شويه حاجات دربكه يعني، اخلص واجي لك. الليله مش هتكمل الا بيك. ازاي بقى؟ خلاص انت حبيبي. حبيبي ربنا يبارك لك فيها. حبيبي ربنا يبارك لك. مبروك يا عم الحاج، ربنا يخليك. الحمد لله على السلامه. امورني الحمد لله على السلامه. بحاجة. سلام عليكم. مش عايز حاجه؟ الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. الله يبارك لك. قلت يا حاج انا جاي شاري ومش شايف حد في الدنيا غير ابني. والله يا عاصم يا ابني صاحبة الشقة هي قدامك. ها يا لبنى نازل جيب الشبكة امتى؟ اديني فرصة بس يا عاصم افكر وارد عليك النهارده ان شاء الله. طب ولازمته ايه التأخير؟ ده انت أول مرة تشوفيني ولا أول مرة نعرف بعض؟ معلش اديني فرصة افكر. طيب تحبي نخرج ونفكر سوا؟ مش مستاهلة يا عاصم، أنا تقريبا كونت قرار يعني أرد عليك النهارده. طيب إذا كان كده بقى يبقى أنا بعد فرح بنت الحاج قنديل هاجي أنا وأبويا ونخطب لبنى راسي إن شاء الله. السلام عليكم يا حاج لطفي. مع السلامة يا عاصم. ألف سلامة يا ابني. إيه اللي أنت قلتيه ده؟ ده قرار يا بابا، وافتكر يعني إن حضرتك مش ممانع. سيبك مني أنا يا بنتي. فكري في نفسك. ايه اللي غير حالك؟ لازم اتغير يا بابا عشان اعرف اعيش. طالما مش طايله اللي بحبه ولا عارفه اقنع الناس بيه، فمفيش مانع بقى نقبل المتاح واللي مقبول من الناس كلها. بوستو يا صباح الفل يا حاج لطفي. صباح الخير يا ابني. جاي لك جواب من بره مسجل من بلاد بره من ابنك صالح. مش ابنك صالح برضه مسافر بره؟ اه يا ابني ده اول جواب منه. معلش تلاقيه ملهي في القرشينات وبكره يتصل بيك. لا مؤاخذه من دلنا هنا. استنى يا ابني استنى. شكرا عم الحاج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه خير؟ وهيجي منين بس الخير يا بابا؟ ايه اخوك جراله حاجة؟ يا ريت كان جراله حاجة يا بابا. البي بعت لك توكيل رسمي عشان تجوزه على البنت اللي اسمها هالة دي. لا لا مستحيل طبعا. هي دي النهاية الطبيعية لواحد زيه. اهلا بالطفاش اللي يغتسل وادولي. اه تقعد. الله يا باشا ما حيشني يعني معلش. غير المحل والتشطيبات وداير تصرف الفلوس اللي معاك ولا كاني في مشروع شغل بينا ابدا. فضلت خيرك يا باشا اؤمر. انا مع سيادتك وانا مغمض. وانا مغمض ولا حاجه. هات بطاقتك ولا معكش وناخدك تحري. وعلى ايه يا باشا؟ موجوده بامر الله. اؤمر يا باشا. خد يا مسعود صور البطاقه دي وهاتها لو سمحت. حاضر يا فندم. ايه يا باشا انت هتحبسني ولا ايه؟ لا هنفيشك. تفيشني؟ خير؟ مش انت لسه قايل لي ان هتمشي ورايا وانت مغمض؟ ماشي بس لا مؤاخذه يعني خليني كده بنص عين عشان ما ابوظلكش الشغلانه. لا بص بقى هو من النهارده ما بقاش شغلي خلاص هيبقى شغلك. انا عمال بجهز لك الورق عشان تعرف تستورد من بره. استورد مره واحده؟ بس انا اسمع ان الحاجات دي مكلفه يا باشا. وماله الفلوس موجوده اخصمها من نصيبك في الارباح بعدين. طيب معلش لا مؤاخذه يعني انا مش عايز اظهر قدام سعادتك ان انا غبي وكتير الكلام. قول 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 قول. واحنا هنستورد ايه يا باشا؟ اي حاجه يا زيزو. اي حاجه هيقع لنا فيها مكسب سريع وكبير هندوس. بص انا فاهمك بس لاول واخر مره. لما تبقى قاعد مع الناس الكبار ما ينفعش تتكلم غير في الحاجات الكبيره وتبص للدنيا من الزاويه الثانيه. الزاويه الثانيه دي يا زيزو مكالمه التليفون فيها ممكن تسوى ملايين ومعلومه قد كده اهو ممكن تقلب شارع بحاله زي شارع عبد العزيز. انت طبعا عارف ان انا قعدتي مع الناس الكبار دول بس انا مش عارف اعمل الشغل ده بنفسي. الجرايد بقى وقفانا على الكلمه وممكن امضيتك تخلي اي جورنال يكتب في سيرتك لمده شهر. لا مؤاخذه يا باشا العمليات دي شمال. ما تخافش يا زيزو كل شغلنا مظبوط مظبوط على الشعره. القانون اصله واضح بالنسبه لنا ما احنا اللي بنفصله. وشايلني وشايلك. طب ما انت طلعت ان بلد اهو يا باشا وبتعرف تقول شايلني وشايلك وشراح يا انشراح ومنجور السعيد يسعد. هتسعد يا زيزو هتسعد هتشوف ايام ما شفتهاش ولا في احلام اليقظه. انا هخلص لك الورق ده بسرعه عشان نبتدي شغل فورا. بس الاول شرط اخره نور يا زيزو. المحل بتاعك والورشه في شارع عبد العزيز لازم يفضلوا زي ما هما. وانت هتفضل تجري على لوم بتاعك مهما ان كانت صغيره زي ما كنت. لكن نشاطك معايا بقى هو ده العالم السري بتاعك يا زيزو. من النهارده يا بطل بقالك عالم مسحور
بتدخله لكلمة السر ومحدش بيدخله معاك، ولو حد خد خبر أو دخل هتبص تلاقي الساحر زي ما يكون رمى عليك ملاية كده، ولما شالها انت بقيت مفيش. ايه يا باشا الفيلم الرعب اللي معاك دخل عليا بيه ده؟ انت جاي تشجعني ولا تخوفني؟ انا ما بخوفكش، انا بس بفهمك حجم الشغل اللي منتظمنا يا زيزو. ده شغل بالملايين في وقت الناس بتقتل نفسها على 100 جنيه. بس سيادتك وعدت يعني انه شغل شرعي ونضيف. ده وعدي ليك، بس كمان شغلنا ده سري للغاية. لا من احد ما تشيلش هم. ايه اللي عندك بقى يا باشا؟ صفقة جزم. ما تضحكش كده، دي كبيرة قوي. ايه مستوردة يعني؟ طبعا ايطالي وماركة مشهورة جدا. احنا هندفع جماركها بالكامل والمشتري مستني واقف. طب ايه لا مؤاخذة يعني يا باشا، جماركها دي تعويرة؟ تعويرة؟ يعني ايه تعويرة يا زيزو؟ يعني هتحتاج الجمارك فلوس كتير قوي يعني. مش مهم، هي مكسبها كبير بعد جمارك برضو. طب ما نلعبها صايمة. صايمة؟ يعني ندخلها عيوب صناعة. عيوب صناعة ازاي؟ نقطع الجزم مثلا يعني؟ نقطع الجزم يا باشا بس. احنا لا مؤاخذة يعني نقسم الصفقة دي كورتنرين. كورتنرين. كورتنرين كورتنرين. اتنين كونتينرز يعني. اتنين كورتينر. تمام. جزء منه فرد يمين والتاني فرد شمال، وكل واحدة على مينة تانية خالص. وايه الحكمة في كده بقى؟ البضاعة المعيوبة يا باشا جماركها مفيش، ونلم بقى الفرد اليمين على الفرد الشمال ونجوزهم. وتسقسق بقى. تسقسق؟ ده انت جاي جاهز بقى من الجنية. تلميذك يا باشا. لا تلميذ ايه؟ انت بالنظرية دي دخلت عالم المستوردين من غير ما تدفع ولا مليم. معلش يا باشا سؤال اخير بس قبل ما امشي. قول. كان قدام سيادتك يعني انديل وشرشابي وهم قريبين وممكن اولى بالمصلحه يعني. لا 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 لا, لا يا زيزو، دول اخرهم بضاعه مضروبه يا ابني. ماشي وانا معاك يا باشا وقلبي حديد. هو ده زيزو اللي انا عايزه. مع السلامه يا سياده المليونير. سلامه يا باشا. سلام. مبروك عليك يا بركة، عقبال باقي الفرق في مصر كلها إن شاء الله. ربنا يخليك يا إياد. تعرف كأني سامع صوت أبويا في وداني لما كنا ماشيين على الكورنيش. ساعتها كنت في إعدادية، جاب لي حمص الشام وعدمة. يوميها قال لي أنا بحلم باليوم اللي أحط اسمك جنب اسمي على يافطة كبيرة في شارع عبد العزيز. ساعتها هعرف اني خلفت. الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش وتفتكر يا اخويا. ربنا يملي عليك بالبركه. احنا مع بعض ان شاء الله صح. ان شاء الله صح. بالصلاة على النبي يا عم. 21 طالع للذكرى الخالدة. المعلم زيزو. يا عمينا. للرايح واللي جاي افتح من واحد ام علمة ديالة الفرح نفوز تجارة بجازة واطلع حدو يا عم المعلم شرشاب معلم انديل
بيحيي المعلم شرشابي. اللي بيحيي المعلم شرشابي. وعاصم باشا. عاصم باشا. وبنته. وبنته. بنت الحتة كلها بنتنا. بنتنا كلنا. اللي منورة الدنيا. اللي منورة الدنيا كلها. وعريسها. وعريسها. بتاع بورسعيد والبترول. تحية غالي المعلم شرشابي لنادي الصباح البترول. بورسعيد. بورسعيد وعادة بورسعيد. والدهب الأسود. والدهب الأسود. وأنا وأنت. تحية غالي ونعم لنادي الصباح البترول. شرف نجم اخر عنقود شقاوة في شارع عبد العزيز المعلم زيزو. المعلم زيزو. 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 الكبير. اخوك الكبير. اخوك الكبير. اخوك الكبير. حبيبي. وحبيبك. وعمي. وعمك. معلم انديل. معلم انديل. معلم انديل. المعلم انديل. عم شارع عبد العزيز. عم شارع عبد العزيز. الحاج شرشابي. الحاج شرشابي. عم لطفي. حبيبي. حبيبك. عمانو. 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 عم عبد الرحيم. عم عبد الرحيم. عم عبد الرحيم. وسلام للسعيد كله. وللسعيد المتميز. العربية بتاعتي مستنية هنا. هناك. بصي اهو. طيب. سامعة؟ طيب. استنيني هناك وانا دقيقة كده وهحصلك. يا سلام يا عم الفاتح. انت تسيب عربيتك مكانها عشان ما حدش يحس ان انت مشيت وسبت الفرح. ايه؟ عشان ما حدش يحس ان انت مشيت وسبت الفرح. بالراحة. بالراحة. انا هروح على الناس اوقف تاكسي. وهستناك بقى. ما تتأخرش. لا انا وراكم لقاء شاشات ممتع. مع نجم الاغنية الشعبية. المتألق دائما فوق سماء الفن. بنت المجنونة. يلا. كل يوم. كل يوم. أحلى يوم. كل يوم أقول أنساك. بس برجع أحن تاني. أجمل يوم. هو يوم. ده انت روحي وقلبي معاك بس مر بعدك وياني. لا 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 لا. الله ما تسيب الباب مفتوح. خلاص بقى عشان الجيران. طب تعالى يا زيزو. افتحه يا بابا. تعالى عايزك في موضوع. الكي نظرة على الورقة دي لغاية لما اجيلك. فيها ايه يعني الورقة دي؟ بيقول لك الورقة دي بقى هي اللي بتخش. هو مين اللي بيقول لي؟ قال لي ايه؟ مين ما حد قال لي حاجة؟ يا بنت الجسمة. البيت دي ناوي على ايه؟
مألوفة الأمثال، حبة أموال وحبة أعمال، وجات لحظتنا مع النجمة المتألقة، نجمة كل مسارح مصر، النجمة والفنانة الأسطول المتحرك ليلى. أول مرة عينيا تشوف قمر على الأرض ماشي ماشي، لو طلع بالنهار لا لا بجد مش هزار، أنا شفته مرة واحدة بس قلبي رحله، سبحان الخلق في جماله. شبيك لبيك سناء ملك ليك. ايش يا كده كلها؟ اتاريكي فك السفاير. ايوه عجبك؟ انت اتطلقتي بجد يا بنت؟ امال بالظبط؟ دي الورقه طازه ما بقالهاش ساعتين. هي النور قطع، بشرة خير. وليه عملت كده؟ يا اخويا هو انا اللي كنت قطعته؟ ياما قصدي على الطلاق. عشانك يا زيزو. قلتوا ايه بقى؟ ده احنا استنينا لما الفرح خلص اهو جينا لكم عشان يبقى الفرح فرحين، قلت ايه بس الكل؟ يا شرشان، لاحظ انها ما خدتش اي وقت في التفكير. تفكير يا راجل يا ممل، انت ما تسكت يا لطفي، سيب الولاد يتكلموا مع بعض. ننزل بكره نجيب الشبكه اللي انت عايزها لهم. ايوه بس خلي بالك انا لسه ما خلصتش الكليه. يا حبيبتي كليتك دي تخلصيها وانت في بيت جوزك. ماشي يا عمي، يعني انا موافقه نجيب الدبل وكده ونقرا الفاتحه، لكن بقى الفرح وكتب الكتاب ده بعد ما اخلص. خلصي. وانت بقالك قد ايه في كليه اللي هي بتاع الاجزخانات دي؟ بقالك قد ايه؟ سنه غير اللي انا فيها دي. غير اللي انت فيها كمان؟ ده يكون بقى لواء، ده يطلع على المعاش. يا شرشاد كفايه انها وافقت على الخطوبه. خلاص يا بابا اللي انت شايفه، انا اعمل اي حاجه تقدر. انا المهم عندي رضاك انت يا بنتي. الله الله، انا كده بقى هبدا اغير من عمي لطفي هلومني. خلاص يبقى بكره ننزل الصاغه نفتح ايها محل عايزينه وتنقي اجدع شبكه انت عايزاه، ونقرا الفاتحه بقى ان انت تجوز عاصم ابنك للبنى بنت. يلا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بيت صغنن فوق جزيره لوحدنا. طالع علينا كده؟ هتقوم يلا البسي بسرعه عشان نلحق الفرح قبل ما الناس تلاحظ غيابنا وتبقى فضيحه. طب تعالى انام في حريه شويه. ما تغيريه لحسن وتنامني ننة. انت عارف انك لو حاسس باللي في قلبي ما كنتش تقعد تهزر. اعدل القميص بتزرره غلط. وايه اللي في قلبك بقى ان شاء الله؟ انا الود ودي يا زيزو احطك جوه قلبي واقفل عليك كده وادفنك جوه. اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. كل اموري اتغيرت يا زيزو من يوم ما شفتك، ولسه هتغير كمان. قولي انت بس نفسك اكون ايه وحكوم؟ نفسك تكوني اباجوره. لا يا نن عين امك، هتخش عليا بالشويتين دول ما ياكلوش معايا. العلاقه اللي بينا انت عارفاها كويس واسمها معروف عند كل الناس. تصدق انك عايل رم مواطي؟ قوم امشي اطلع بره. لم لسانك عشان كده ممكن ازعل، وانا زعل وحش قوي. ما انا كمان راميه نفسي عليك يا زيزو. هو في واحده طبيعيه تعمل اللي انا بعمله ده؟ ما هو ده اللي قلقني منك ومخوفني. بكحه وعينيك وسع كده مش عامله حساب لحد. ولو دورنا بقى بدماغك دي هنلبس اسود في اي لحظه. يلا قومي البسي خلينا نلحق الفرح. بانو 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 على اصلكوا بانو بانو. يلا يا جسمه. يا ولاد خلوا بالكم من بعض. ايه الباشا ايه؟ بقول لك ايه، انا باخدك بس اقول لك اي كلام، ما نفضل قاعدين لغايه ما الفجر جدا وننزل نصلي مع بعض. ادي الولاد فرصه بقى ياخدوا على بعض. عرايس اقعد 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 يا حاج. بحبك. ابوك قاعد بره يسمعك. تحب اطلع في البلكونه دي واقول لشارع عبد العزيز كله اني بحبك؟ ده انا بقى وافقت على واحد مجنون وانا مش عارفه. اللي شافكم ما يتجننش يبقى ولا بيحس ولا بيفهم. ممكن اطلب منك طلب؟ بدأنا بقى طلبات ودلع بنات ووجع دماغ من أولها. نعم
بهزر. بص بقى يا ستي، دكتور لبنى دي تؤمر بس، وانا اقول تمام يا فندم. اوعى تخليني اندم على موافقتي عليك بالسرعه دي. مش عايزه اتمنى الزمن يرجع بيا تاني للحظه اللي المفروض كنت اقول لك فيها لا. تعرف اللحظه اللي انت قلتي فيها اه دي هي تاريخ ميلادي الحقيقي، هي تاريخ ميلاد عاصم اللي مسك النجوم بايديه. تفتكري بقى هسيب اليوم اللي اجي فيه تقولي هتندم وانت معايا؟ ايوه بس انا مش ناسيه ان احنا طول عمرنا مختلفين عن بعض في كل حاجه. اوكي بقى، كفايه بقى خوف وتردد والكيميا بتاعتك دي نسيها، عيش اللحظه. اصلا ما بقاش في وقت للتحليل ولا للتردد ولا لاي حاجه. خلينا نبدا صفحه جديده، واللي فات نرميه ورا ظهرنا احسن. انت اعملي كده براحتك، لكن انا بقى ما اقدرش انسى الايام اللي تمنيت فيها انك تقولي اه، عشان احافظ على حبي ليك. حبك ليه؟ ولا انت مش ناويه تحبيني؟ ايوه اتفضل يا ريس. شاكرين. اخرب بيتك زمان الفرح اتلم. هنخش ازاي؟ ايه مالك مكلبشه فيا كده ليه؟ هو مكلبش ليه يا واد؟ في ايه مالك؟ حد ياخد باله مننا الله يخرب بيتك. ما اللي ياخد واللي بيدينا حاجه يقطعها. يعني افرضي يعني لا مؤاخذه يعني حد من ابوك ولا صبيانه شافنا هنعمل ايه دلوقتي؟ ابويا مش فضيلي ولا فضيلك، ابويا عند عم لطفي بيجوز لبنى العاصم. ايه زيزو انت لسه بتفكر فيها؟ اسكتي. ناوي توصل لحد فين يا زيزو؟ انت اللي تلميني حبيبي. ايه الشياكه والحلاوه دي؟ وايه اللي انت شغاله في ايدك؟ جبت لك اربعه كيلو بسبوسه كل كيلو بواحد عشان خاطر. مش بقول لك؟ بتقولي ايه؟ ان انت حواليا في كل مكان، حتى وانت مش جنبي بحس انك حواليا. انا لسه بحبك وبحترمك يا زيزو. انت همك مين في الشارع ده؟ يعني خلاص. زيزو انت بالنسبه لي مش مجرد حل، انت الدنيا كلها، الدنيا اللي ما دخلتهاش ونفسي اعيشها، انت حته مني ومن كل اللي فات. يا عم انت وقاعد مستني مين كده واخد الركنه؟ انت مال حضرتك يعني؟ مال حضرتي؟ وانزل لي بقى عشان نتفاهم يا اخويا. عيب كده يا استاذ، انت ايه الطريقه بقول لك مستني مين؟ ترد يا استاذ؟ عيب الطريقه اللي بتتكلم بيها دي، انا الدكتور شوقي. دكتور على نفسك يا اخويا. في ايه يا بني ادم انت؟ مالك وماله؟ ده جوزي. جوزك؟ اه جوزي. جوزك جوزك ولا ورقتين عرف؟ لا يا زيزو، جوزي على سنة الله ورسوله. ايه اللي بتقوله ده؟ مين ده يا مريم؟ خلاص يا عم ما غلطناش في البخاري يا عم، توكل على الله. يلا يا شوقي ورانا مستشفى. يلا مش هتجيبي ماما؟ هنبقى نجيلها بعدين.
السلام عليكم. عليكم السلام. حضر لك الوقت لقيك على لحم بطنك من السوق. ايش جانو انت كويسه؟ انا بخير، انا بخير طول ما انت بخير. مالك في ايه؟ مالك تحتان هيك حال كده؟ مش عوايدك يعني؟ اخبار الجرح ايه؟ يا بوي دفعت شهرين ورجعنا احسن من الاول كمان. دقيقه واحده احضر لك الوقت. مساء الفل. راح فين؟ ابدا، راح اذاكر مع الواد شريف شويه. الف مبروك يا معلم على العربيه والمحل. ربنا يخليك. انت ايه عم حكايتك؟ كل ما تشوفني تبوس راسي، في ايه؟ ما هي دماغك دي الموضوع. لا، دماغي ولا راسي عشان تفرق؟ لو راسي يبقى عشان المذاكره، انما لو دماغي انت عارف كويس ان انا ما بعملش دماغ. دماغك؟ دماغك يا معلم. وليد انا عايز اكلمك كلمتين، عارف ان هما تقال يعني على شاب في سنك، بس معلش اخوك برضك. اتكلم يا اخويا. خير؟ انا كان نفسي اتعلم معاك، كان نفسي اتعلم، والحلم ده بقى بيشتغلني كل شويه وزاد اليومين دول. تعرف انا بقيت عامل زي واحد كان ماشي في طريق وكل شويه الاقي شيل مرمي على الارض، يكسل يوطي ايده ويمشي. في اخر المشوار بص كده في ظهره لقى المبلغ كان كبير قوي. حلو التشبيه ده. وانت بقى ندمان يا راجل؟ انا حتى ما بقاش عندي وقت اندم. بالك انت، انا كنت دخلت الكلية ما كانتش هتبقى اقل من كلية الطب. اه، وكنت هبقى استاذ فيها كمان. بس يلا، كل شيء نصيب. وانت نصيبك زي الفل. وبعدين مالك يا عم؟ ده انت ناجح ومحقق، هو حد قدك؟ اقسم بقى شهادة جامعة من كل اللي حققته وهحققه، هبقى ايه؟ هبقى ولا حاجة. الجنيه غلب الكرنيه، الكلام ده كان زمان، دلوقتي لا. ودلوقتي ومن ساعتين بس. انا اتضح لي ان التعليم ده مش مجرد شهاده ووظيفه وخلاص، لا، ده ثقافه، فكر، حاجه كده بتبات في الدماغ وتخلي الناس تشوفك وبقالك وجهه نظر بتغير البني ادم. وانت احسن بني ادم انا شفته في حياتي. وانت البني ادم اللي حلمت اكونه وفشلت يا وليد، بس انت هتبقى وهتكون. انا عارف دماغك كويسه، وكده السنه دي برمت منك. معلش، عايزك تاكل كتب الدراسه اكل، عايزك تتنفسها، لازم تطلع الاول يا وليد، فاهم؟ مالك يا زيزو؟ كويس، بس حاسس ان انا دايخ كده وزي الواكل علقه وجسمي مكسر. انا عايزك تعمل اللي انا ما عملتوش، عايزك تبقى ناشف. انا بقى المره دي اللي هبوس راسك اللي طلعت البقين الحلوين دول، واوعدك، اوعدك ان هشرفك قدام العالم كلها، هخليك فخور باخوك ومش هضيع تعبك هزر ابدا يا زيزو. قوم روح مشوارك يلا. يا دي النيل عليا وعلى اللي جابني من بدري. انت وليه على طول قاعده لي في اوضتي؟ ما تروحي تقعدي في اوضتك شويه. شربت قهوتي وقاعده مستنياكي عشان اسالك يا روح الروح، سبت الفرح ورحت فين؟ اعدامك كنت في الفرح. انت يا بنت كنت في الفرح؟ بقول لك يا وليه اعدامك كنت في الفرح. طب احكي لك ايه اللي حصل فيه من اوله لاخره. ايه اللي حصل؟ طلعت
طبل وزمر وزغريت ورقص. ايه هري رقص كده ياما؟ ولا ضرب النار؟ ضرب النار كان بالجامد قوي ياما طول الليل. يا روح قلبي جرقاه يا بيت. انت شايفاني لابسه الطاقيه البرتقاني؟ في فرح في الدنيا ما فيهوش رقص ومغنى وضرب نار؟ يا بنت حرام عليكي، ده انا قلبت عليكي الفرح كله فص ملح وداب. كنت فين؟ يمكن ساعه لما كنت بفرش لسمية شقتها. اسكتي، مش ابوها عامل لها شقه في عمارته وجوزها عامل لها شقه في بورسعيد؟ حظوظ يعني. بنت الهبله دي عندها شوارين، شوار هنا وشوار هناك. بقولك ايه، ما تيجي نقوم نروح لها. وحياه امك، عايزانا نروح بورسعيد دلوقتي؟ انت يا بنت اتجننتي؟ نويتي على طلاقي بدري بدري؟ ما تخلينا في موضوعنا احسن. الورقه يا بنت اللي نزلتي من المغربيه عشان تجيبيها، جبتيها من عند المحامي ولا لسه؟ ولا حاجه. المنيل ما عملش حاجه، موكوس طلع بيشتغلني علشان يقعد يحلب فيا في فلوس، لكن وحياه امه اللي هفضل وراه لغايه لما يطلقني واخلص. ما هو على بال ما يخلصك هتكوني خلصتي عليا يا بنتي. يما مش قلنا الكوتشينه بتتلعب ورقه ورقه؟ ودي اول ورقه، ارحميني. الصبر يما مش كده؟ حاضر، صبره يا بنتي صبره. اسكتي يا نعمه. اما الليله دي كانت ليله ولا من ليالي العمر، فكرتني بليله فرحي. لا يا احلى منها 100 مره. يا رب يا رب يا بنتي يا مفزوعه يا اللي فزعان. الهي يا رب اشوف يوم فرحك يا رب يا رب يا رب. يما يسمع منك ربنا يا رب. طب ما تقومي يا وليا وتتلحلحي كده شويه وانت زي القمر. اطلبي الشرشابي، اعزميه على العشاء. ايوه. وبعد العشاء حومه. أيوة. وتليفه صح؟ والله بليف وحب. ايوه يا وليا، ترجعي ايام زمان قبل ما يتجوز عليكي ضرتك يا خايبه. خدتك نصيبه، نص كلامك الاولاني حلو ونص التاني يترمي في الزباله يخرب بيت لسانك. الاكل هيبرد. لا انا معلش معلش نفسي اشرب. ايه مالك؟ خبر ايه؟ انت شكلك مش محتاج واكل، محتاج نقل دم. ايه زرعتها قمح طرح الدم؟ لا زرعتها ورد وفل وياسمين، وبعد كده يا عدوي قطف القطفه وطار. كلامك واعر قوي يا ولد خال. ان شاء الله عدوينك اللي ما يلحقوا يزرعوا ولا يتهنوا باللي جمعوه. ايه في ايه مالك؟ مفيش حاجة مستاهلة ان الراجل يتقهر عشانها كده. راح راح انسى وارتاح. كل مين اللي زعلك وانا قطعه بسناني؟ اللي بحبها، اللي بحبها سابتني النهارده واتخطبت لحد تاني غيري. عشت ولا كانت اللي تفرط فيك يا سيد الناس؟ اللي يبيعك يا ولد خالي ما تبيعوش، لا البس مداس لحد ما يتقطع وبعدين ارميه. اه ارميها ارميها ازاي بس وهي ساكنه في كل حته فيا؟ احلامي قلبي وحتى عمري اللي راح. اسمعني وقول قالتها اشجان اللي اتفرط في راجلها اللي بيحبها وشاريها عشان راجل تاني، اللي في صدرها ده مش قلب شريف، بقى قلب عوالم على قد الأجرة اللي بتقبضها تديله. بس هي مش كده يا أشجان. ايه عادي يا سيد الناس، هي بتحبني والله العظيم بتحبني. أنا عارف، أنا قلبي عمره ما كدب عليا. عارفة لما اتخطبت يعني قلت خلاص انساها بيع زي ما باعت، بس لما حسيت إنها راحت مني حسيت إني خسرت خسارة كبيرة قوي. حسيت إني مبقاش ليا مستقبل أعيش ولا حتى أبكي عليه. مش حق اللي اتفرد في راجلها، ما تسواش والله ما تسوى. طب كيف الحال لما يبقى راجلها ده سيد الناس عبد العزيز؟ والله يا تندم، يحيينا ويحييك ربنا عشان يوريك كيف راح يكوي قلبها الندم وياخذ بتارك قدام عينيك. كان عليا قلت
تخبيتك جوا عيني قفلت عليك. قبل الله منا ومنكم يا بابا. انا لقيت النور والع قلت يعني ادخل اتكلم معك شوي. خير؟ يعني حاسس كده انك انت وافقت على موضوع عاصم دوت لما حسيت ان انا مش موافق على العزيز. فات وقت الكلام ده يا بابا، احنا خلاص دينا للناس كلمه وقرينا فتحه. هو ده اللي محسسني بالذنب. انا بعرفك لما تبقي مش مقتنعه. لبنى ده جواز، يعني بيت وعشرة وأولاد. ربنا هيقدرني يا بابا، وبعدين يعني عاصم مش وحش قوي للدرجة دي، كفاية انه بيحبني ويتمنى رضاي. وانت هتفضلي تحب واحد تتجوز واحد تاني؟ اللي انت بتقوله ده انت فاكرني ايه؟ انسانة طبعا، مش حديد ولا ملاك. اديك قلتها، طالما انا انسانه بقى يبقى اكيد هنسى ده البني ادمين. مش انت مره قلت لي ان الانسان جاي من النسيان، يبقى لازم هنسى. صح، وكفايه انه بيحبك زي ما انت قلتي لي، هيصونك ويخاف عليك، مش كده؟ سيبك مني انا بقى، انت مش صالح ابعت لك توكيل عشان تكتب كتابه على اسمها هاله دي؟ مش هعمل حاجه خالص، مش هعمل حاجة. هو عايز ينزل يتجوزها ينزل يتجوزها، لكن انا مش هعمل حاجة خالص في الموضوع ده. يا بابا ما هو اكيد كلمها واتفق معاها على الجواز، والا ما كانش كتب لك التوكيل ده. خلاص بقى خلينا نخلص من الموضوع ده والنبي عشان خاطري. نخلص ايه؟ ده باب هيتفتح علينا مش هيتسد ابدا. ده جواز، فاهم يعني ايه جواز؟ عارفة دي هتبقى ايه؟ مرات اخوكي. ايوه، وصالح اخويا قبل ما دي تبقى مراته. يا بابا عشان خاطري انا خلص الموضوع ده بقى. ربنا بقى يعمل ما فيه الخير. انت هتفضلي قاعده كده ولا هتنامي ولا هتعملي ايه؟ هذاكر، هقرا شويه قران كده وبعدين هبقى انام. عندي امتحان بكره. امتحانك ده يخلص امتى؟ يعني على نص الاسبوع الجاي كده. نتكلم بقى بعد الامتحانات. تصبح على خير. وانت من اهل. انت يا بنت اشجان. ايه مرت خال؟ خبر ايه؟ في مالك يا دناي؟ ده انت بتعيطي وانت في عز النوم. ببكي على ايه بس؟ ربنا يجيب شبك يا بنتي. دمعتك على خدك اهي. قولي حلمتي بايه؟ حلم وحش؟ اللي هو عفش ومش عفش. حلمت ان جدي فضل مات عادي يعني. هو عبد العزيز صحي ولا لسه نايم؟ عبد العزيز عبد العزيز قوم. قوم فوق، عايزاك في حاجه. بقول لك قوم. عايزه ايه؟ انت هتاخدني معاك النهارده عند المقطوعه دي، ومالكش صالح باللي هعمله معاها. اخدك فين يا بنت؟ واه عند بنت الملكومه دي اللي رجعتك مكسور وحزين. ما تخافش، انا مش هعمل حاجه خالص. انا هضربها بالجزمه بس، وهقول لها كلمتين عشان اطفي ناري واخد بطارك. خلاص يا اشجان، انا هعمل بنصيحتك واشيلها من دماغي اصلا. وانا مش هيهدأ لي بقى غير لما اعمل اللي قلت لك عليه ده. ما خلاص بقى. لا ما خلاصش. ولما اقول مين يا بنتي يا اشجان؟ ايه اللي مقومك معيطه وجابك على هنا؟ يكون في معلومك يا مرات خالي، ولدك ما داكش الزاد من امبارح، ولو مره اشرب نفس صحته وكالزين هيوجع من طول. اديني قلت لك اهو. طب
ربنا يهديك يا بنتي وروق بالك. اما انت كنت بتقولي البنت اشجان كانت بتعيط بقى. كانت بتعيط وهي نايمه ودموعها نازله على خدها يا ابني. انا حاسه انها شافت منام مش حلو ويخصك يا عبد العزيز. اه قلب الام مش زيك، قلت خلاص الواد كبر بقى وشبه حنيه. بطل هزار واسمعني، لحد امتى يا عبد العزيز؟ ده حتى ما يرضيش ربنا يا ابني. هو ياما ده مش فاهم. لا انت فاهم كل حاجه. البنت دي من يوم ما جت وهي مركبانا الغلط من فوقنا لتحتينا، متجوزاك ومش متجوزاك، شايله هم الكبير والصغير، وعمرها ما عصيت لي امر ولا طلبت طلب من يوم ما جت. دي حتى كانت هتموت عشان انت تعيش. لحد امتى؟ لحد امتى الظلم ده بس يا ابني؟ كله بامر الله ياما، كله بامر الله. ربنا يجعلها عتب رزقها واسع يا صاحبي. يا سلام، المحل ده باين عليه قفته حلو، لسه بنفرش وبنقول يا هادي والناس رايحه جايه عماله تسال حتى من غير ما حدد الاسعار. الله يرحمك يا حاج عبد الرحيم، كان داعي لك وراضي عنك زي بالظبط انا كمان راضي عنك. ربنا يسعدك ويكرمنا مع بعض دايما يا زيزو ان شاء الله. مالك يا جدح متنح كده ليه؟ انت مش مصدق انك بقيت معلم بجد وعندك عين وراس مال؟ انا فرحان بجد، فرحان وفرحان اكتر عشان ليا واحد صاحب جدع زيك. شوف يا هاد، الدنيا علمتني ان حبيبك وصاحبك هو اللي يفرح لك مش اللي يحزن عليك. بقى فهمني دي عشان بس الدنيا طولت منك فانا مش فاهم انت عايز ايه. يعني مثلا انت يا سيدي لو تعبت وانت ماشي في قلب الشارع كده وقعت، هتلاقي ألف من يزعل عليك ويوقف جنبك كتف بكتف. إنما بقى لو كسبت ولا عليت ولا فرحت، صعب تلاقي حد يفرح لك. عشان كده انت صاحبي بجد يا إيد، لأني شفت في عينيك الفرحة، عارف إن قلبك أبيض وعارف إن فرحتك دي حقيقية. إحنا في زمن يا إيد الناس كلها بتجري وبتقع من بعض، موج الجري ورا لقمة العيش عالي، عشان كده بأمنك. تأمني على ايه؟ على نفسي. لو حسيت ان الموج خدني شدني، عارف ان همك وتخصني واخصك، عشان كده بقولك شدني. تقلقش يا صاحبي، احنا الاتنين في مركب واحدة. اسمع بقى يا سيدي، انا النهارده هنقسم المهام عشان الدنيا ما تتوهش في بعضيها. اللي اقوله شرط اخدموه، والمركب اللي ليها 100 ريس بتغرق، وانا اخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على. ما تخلصي يا خالتي، خلينا ننجز في سنتنا. يا عم انا جاي في كلام اهو. انت هتقعد بقى. هذا اخويا جه هو يا ابن عمي. رحمه الله يا عم وليد. يا سيدي المعلمين بقى، انا هتقبضني ولا ايه؟ يا عم مالك جاي مستعجل من بره؟ اهدى شويه قبض، احنا لسه بعنا حاجه. بصوا بقى يا اولاد، من النهارده بامر الله وليد امسك الحسابات، اللي رايح واللي جاي. ايه ده ايه ده ايه ده، انت فاجئتني بالموضوع ده، انا محتاج افكر. يا واد هتمسك الحسابات، اللي رايح واللي جاي، يعني المصروفات والمشتريات. الكشكول ده هتقيد فيه مصروفاتك اليوميه ومشترياتك اليوميه، وده بقى هتقيد فيه مبيعاتك، وان شاء الله تقفل حساباتك كلها اخر كل اسبوع. وانت يا ريس، ايوه يا باشا، هتمسك البضاعه، المرتجع والمتخزن والمطلوب والمبيعات واعدادها، واخر كل اسبوع تقفل عشان تدي البيع معلومات مظبوطه. تمام تمام تمام، توكلنا على الله. توكلنا على الله، نعم بالله. طب بالنسبه بقى للبلوتين المتسولين، مش واخد بالي، مستواات بتوعنا شبر وبطر. اه يا زيزو، انا مش عارف انت مصر على الاثنين دول ليه يا اخي، شكلهم كده بلاوي. يا عم ربنا ما يجعلنا قطعين ارزاق يا اياد. الله، ادي الناس فرصه، خليهم يجربوا القرش الحلال، وانا واثق بامر ان العيال ده تبقى كويسه وزي الفل. وبعدين احنا هنحط عين عليهم برضه. تفسوق تفسوق يا عم وليد، محتاج عينين، محتاج عيال مشاهلتيه، محتاج عيال تخصك كده تجري تكهرب السوق ده كله. انت متفائل قوي يا عم زيزو. ماشي، بس احنا برضه مش هنديهم الثقه غير لما يثبتوا كرامه. يا مرت خالي. ايه يا بنت ليه كده؟ دموع دموع دموع، بصي
دي برا الفنجان كمان. بصي. هاي والله يا بنت عندك حق. ليه مهمومة كده؟ قلبي وكلني على العيال. عامل ايه؟ عيال ايه؟ مع عبد العزيز واقف هو زي القمر. بصي والبتاع السودا سكته جميل. سالكة والله وسكته خضرة. وايه بتاع السودا دي اللي جوه ده؟ دي ست عفشة. دي جارتك. والله جارتك. عينها تتدب فيها رصاصة. بخر يا مرت خالي. ليه الناس بصي لي انا بس يا رب؟ انت محسود. طب ما تبخري البيت، بخري البيت يا اشجان. جاي حاضر. طبعا. بشوف مين؟ بشوف مين عفشة. جاي اهو. بالصحة والسلامة. مريا. ازيك يا اشجان؟ ايه الغيبة الطويلة دي؟ ابدا. كنت مشغولة حبة كده. مريم ازيك يا بنتي؟ اقعدي. ايه ما عدتيش بتعدي عليه وانت رايحه كليتك ليه؟ انا اتجوزت يا طنط. اتجوزتي؟ والنبي يا مريم اتجوزتي؟ باين عليكي برضك. ليه؟ هو عبد العزيز ما قالكمش انتوا الاثنين ولا ايه؟ هو عبد العزيز هيعرف مين بس يا بنتي؟ ازاي؟ ده قابلني كده من اسبوعين ثلاثه مع جوزي واتخانق معاه. وانا بصراحه بقى جاي احذرك يا طنط، جوزي يعرف ناس مهمه كتيره قوي في البلد وممكن ياذي عبد العزيز. بس انا اللي مش راضي. طيب يا بنتي انا مش هخليه يكلمك تاني ابدا، بس جوزك بقى اللي يعرف ناس مهمه قوي. ده بيشتغل ايه؟ ده دكتور يا طنط. اللي كنت بتشتغلي معاه؟ هو عمال زيزو. فين؟ ها زيزو في المحل بتاعه بيشوف شغله يا اختي. مش تروحي تباركي له هناك يا اختي؟ المحل بتاعه. ربنا معاه. لا بس انا ولا ينفع اكلم ولا زيزو ولا غير زيزو، ده جوزي يقتلني. طالما بيغير عليك يبقى بيحبك صح. بيموت فيا كمان. يلا عايزين حاجة؟ أنا همشي أنا بقى. اقعدي يا حبيبتي، احنا عايزينك طيبة وألف ألف مبروك يا مريم يا بنتي. وربنا يسعدك ويهدي سرك إن شاء الله ويرزقك بالذرية الصالحة إن شاء الله يا بنتي. قولي لي وأنت هتسيبي أمك لوحديها عيانة فوق؟ لا طبعا هاخدها معايا هناك. هي صحيح كانت معارضة بس هتسمع كلامي وتيجي معايا. أشجان. يبقى سلمي لي على زيزو. حاضر يا سلام. مع السلامة يا مريم. مع السلامة. ربنا يصلح حالك يا بنتي. ألف مبروك. ما زعلانة وهي بتتكلم كده. يا بت دي جاية تدور على زيزو عشان تفور دم، إنها يعني اتجوزت واحد أحسن منه. أحسن منه؟ وهي لما تتجوز دكاترة البلد كلهم هتلاقي واحد زي عبد العزيز؟ جبت المفيد. ده الموضوع بقى اللي أنا عايزة أكلمك فيه. موضوع يا مرت خالي، أنا عايزة أروح المطبخ أخلص. ده خلاص عبد العزيز جاي وعايز ياكل لقمه. ما انا هكلمك بقى على الراجل اللي جاي ياكل لقمه ده. يا بت البسي حاجه حلوه من اللي هو جايبها لك وحطي شويه احمر واخضر كده، يمكن يمكن ربنا يسهل. هو الاحمر والاخضر ده هيجيب تسهيل ربنا كيف يعني؟ انت هتستهبلي عليا يا بت راتبه انت؟ انت فاهمه كويس، وليد وخلص كليته وبيشتغل مع اخوه، وانا في الاوضه ولا بسمع ولا بشوف. اتلحلحي انت بقى شويه واعملي حاجه، احسن ده كتير كتير قوي يا بت. ايه هو اللي كتير ده يعني؟ يا بنت انا مش قادره افسر اكتر من كده. الست مننا لازم تبقى حلوه قدام جوزها. هو انا الست عبد العزيز يبقى جوزي يعني؟ انت صدقتي الورقه العفشه اللي جت من البلد دي ولا ايه؟ عبد العزيز لازم يتجوز بنت بنوت ويفرح زي باقي الشباب. ولا من همه يعني ان يتجوزوه ارمله وعزبه تسرق منه فرحته؟ عايزاه ما يفرحش مرت خالي؟ عايزاه يدخل عليا عشان اكبت قلبه؟ فضك من الحديد ده مرت خالي، لازعل منك زعل وقع رجوله. يا بنتي ما تظلمناش اكتر من كده، ده ربنا هيحاسبنا عليكي يوم الدين. وقربي يا ام البنات، تعالي خدي لي غساله للبنات، تعالى يا ننوس خد لك بتاعت ناموس. وطي صوتك يا قلب، وطي صوتك. حاضر يا معلم، حاضر يا معلم. يا نديل، ايه اللي انا شايفه ده؟ ده الشارع مسدود من عندك لغاية الواد ابن العتاه. في ايه؟ انت بتضحك عليا ولا ايه؟ بتعمل معايا بالعند؟ الله، بيقول انك بتبيع السخان اقل من الشارع كله ب 25. بتبيعه كده ولا صلحت الهباب بتاعه؟ ها؟ لا وحياة ابوه، ده انت سايق معايا العوج على الاخر قوي. عموما هتشوف مني حاجات كتير قوي قوي يا اندي، وانا وانت والزمن طويل. مع السلامه. انت عطيه.
يا زفت اللي اسمك عطيه. امين يا حاج. انا عايزك تروح مشوار زي المره اللي فاتت. مصنع الثلاجات يا حاج. ثلاجات انت هتستعبط؟ تروح السنترال تبلغ عن السخان المضروب اللي موجود عند انديل وزيزو. ما بلاش الحكايه دي يا حاج، انا عندي عيال برضه. ومالهم عيالك ومال الكلام اللي بقول؟ ما هم طول عمرهم عايشين في خير. ايوه حاج، عشان خيرك بقى والعيش والملح اعفيني انا من الكارتة دي يا حاج. الله، انت مالك كده بقيت بتتكلم زي الحريق؟ في ايه؟ معلم انديل قررني يا حاج. انديل قررك؟ وانت قلت له ان انا اللي قايل لك تعمل كده؟ لا يا معلم، ما قلتش الكلام ده خالص، بس ليلتها الولا بكر وشبرو شافوني في السنترال، ويظهر ان هم راحوا قالوا له، فناداني وسالني، بس انا انكرت كل حاجه يا حاج. بس انا بعد ما خرجت من عنده حسيت ان هو مش واكل معاه الكلام بتاعي يعني، ومدي اخوانا، فهو دلوقتي يا معلم هيبقى مدي اخوانا من ناحيتك ومن ناحيتي، فموضوع زي ده لو عملناه تاني هياخد فكره ان احنا عملنا موضوع الغسالات اللي قبل كده اللي خرج منه هو وزيزو. عشان كده بيكلمني من تحت درسه وعمال يبعبع في الكلام ويقول السخانات مضروبه عشان يوقعني في الكلام. والنبي ما تزعل مني يا معلم. روح حقك عليا يا معلم. خلص بقى. طب انديل بقيت انت وزيزو في مركب واحده وانا على البر، وخلي بالك بقى اللي على البر عوام وشاطر قوي كمان. بص بقى يا بطل، ادي الدوسيه بتاعك، سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، ورقه ايداع البنك، والبطاقه الجديده بتاعتك. اتفضل. ما نحرمش يا باشا، ان شاء الله تسلم. بقولك ايه يا زيزو، بلاش بقى سكه ما نحرمش دي، ان شاء الله تسلم وتعيش يا بركه. من النهارده عايزك الكلام ده تخليه شارع عبد العزيز وبس. ماشي يا باشا. اهي باشا دي كمان لازم تسيبها شارع عبد العزيز. شوف يا زيزو، من النهارده معاملتك معايا لازم يبقى فيها فندم ومعاليك وسيادتك. معايا ومعايا حد تاني يتعامل معاه، ان شاء الله يكون اقل منك. انت لازم تسمعها له عشان تجبره ان هو يقولها لك. معاليك وسيادتك. معاليك وسيادتك. تمام كده. اوكي يا فندم. بقولك يا زيزو، طب جيب هدومك دي منين؟ ايه رايك؟ عجبوك ها؟ من واحد حبيبي كده اسمه العمده، هو حراق، بس انا برمي له كل شويه حته في حته يعني. لو عايزني اجيب لك طقمين ماشي يعني، لو تبقى ناسك. انا مش حاضر على كده يا زيزو. بص بقى، انت تروح تشتري بدله شيك وتجهز ورق وتروح تعمل باسبور، بس بعد ما نخلص العمليه دي. ها ليه؟ هي فيها سفريات بره؟ يمكن مش المره دي، بس يمكن تحتاج تسافر المره الجايه عشان تخلص ورقك من المصانع هناك والشركات. باشا انا عايزك تطمني على مؤاخذه عن صفقه الجزم، هي اتلغت؟ ايه اللي تتلغي يعني؟ بعد الفكره العبقريه بتاعتك دي اللي وفرت لنا 10% في الجمارك نقوم نلغيها؟ ده انا هقول لك، انا بعت فاكس المصنع وهم فصلوا الفرده اليمين عن الفرده الشمال زي ما انت اقترحت، هيبعتوهم على شحنتين في يومين مختلفين. دول ناس حلوه قوي يا باشا. ما هو عشان كده عملوا لنا اللازم. جزء بالشحنه هيوصل بكره المغرب دمياط، وانا جاهز. والتاني هيوصل بعد بكره الفجر الاسكندريه. يعني اخد معايا عربيات واشد الرحال؟ لا ليه، تريلات المشتري جاهزه ومستنيين من النهارده في المينا. باشا هو سيادتك بعت خلاص المشتري، ولا احنا ناخد البضاعه ونبيع بمعرفتنا؟ اهو واخد وعد، بس فهمني عايز تعمل ايه. ما طالما المشتري يا باشا ملهوف على البضاعه وجاهز، تبقى ليه مصلحه كبيره. احنا بقى ايه؟ نلعبها روس يعني، نأجر مخزن كده اسبوعين ثلاثه، نسقع فيه البضاعه ونجيب اكتر من مشتري، وساعتها بقى نبيع باعلى سعر. بص هي الفكره حلوه فعلا، وممكن تزود لنا هامش الربح، بس احنا مش عايزين شوشره. لاحظ ان احنا عايزين نخطف ونجري يعني، من المينا للمشتري وده معزكم. من بكره تروح دمياط المغرب، انا كلمتهم هناك، انت تدفع جمارك وتمضي وتسلم وتاخد نص الفلوس وترجع لمصر، بعد كده تروح اسكندريه وتعمل شرح. طيب لا مؤاخذه يعني يا باشا، انا لحد دلوقتي مش عارف احنا دفعنا كام وبيع قد ايه ونسبه الضرايب كام والبيع بكام والحاجات دي يعني. مش بقول لك دماغك متستفه؟ الورقه دي هتلاقي فيها كل حاجه عايز تعرفها، بس لازم تعدي على مسعود بره وتاخد فلوس الجمارك. ها ماشي. لا مؤاخذه يا باشا، ما احنا برضك لازم نعرف كوعنا من بوعنا. كوعنا من ايه؟ كوعنا من بوعنا. حلوة. بتجيب الكلام ده منين يا زيزو؟ اهو
هو يا باشا من الدنيا. قول يا باشا، هم هيدفعوا كاش؟ طبعا هيدفعوا كاش، عشان كده لازم تاخد ناس معاك ومعهم سلاح كمان. المبلغ كبير جدا وممكن يكون في حد اطرك. وعلى ايه سيادتك؟ حضرتك تكلم الراجل المشتري في دمياط يستناني في فرع البنك هناك، وقبل ما نروح المينا يكون عمل ايداع. لا لا لا، مش عايزين شرشره يا زيزو. مبلغ زي كده تحطه في حسابك وبعدين تنقله على حسابي، ودي عمليه ممكن يتم رصدها بسهوله يعني. خلينا زي ما احنا وبعدين نكلف الموضوع ده بعدين. ها بس المبلغ كبير قوي يا باشا والمسؤوليه اكبر. وانت قدها يا بطل، بس الورق اللي معاك ده سري للغايه. طبعا يا فندم. طيب اتصل بيا بقى بعد يومين عشان تقول لي ان انت خلصت. ماشي ماشي. وجاب لي معانا ترمش، تعال خد لك مروحه فرفش، المعلم الشرشابي عاملكوا ثاني يوم غساله عاديه وغساله اوتوماتيك. تعال يا ابن الحلال واحنا عندينا الشيال. اتفضل يا هانم، اتفضل يا ابني، مرخصين الاسعار. حفل على السلامة يا عاصم باشا، حفل على السلامة يا باشا. مساء الفل يا حاج. اهلا اهلا بالباشا وعروسنا. ايه؟ حبيبي نورت المحل يا عروسنا. نورك يا عم. لا بجد منوراه. انا اول مرة ادخل هنا فعلا. على البركة يا عطية. ايوه احلى حاجة ساعة من عند علي بسرعة. لا حاجة ساعة ايه؟ حاجة ساعة دي مش هما فوق عند العروسة. شوف بقى الشبكة. ايه؟ اديلها شبكة ولا طلعت بخيل زي ابوك؟ طب ليه؟ ايه رأيك؟ بصراحة يعني مفيش حاجة قلت له عليها الا تشاور بس. ألف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. غريبة يعني، أمال أمك كريمة ما جاتش معاكوا ليه؟ لا حلفة تانية هنروح لوحدنا. أحسن. يلا بقى ايه، نطلع عند العروسه نتبسط ونحدد ميعاد الدخله. لا دخله ايه يا عم، مش عارف. فاهم على ايه؟ احنا قلنا يعني هنعمل خطوبه والدخله دي لما. طب وماله يا حبيبتي، ما هو كله حلو، الخطوبه والشبكه والدخله كله زي الفل. يلا بينا نستنى. يا حاجه كريمه، حاجه كريمه. ايوه بقول لك ايه، العريس والعروسه قدامي اهو معاهم الشبكه. حصل لنا بقى على بيت العروسة عشان نعمل ليلة زي الفل. مع السلامة. قفشتكوا. بتعملوا ايه من غيري هنا؟ جيتي في وقتك يا بت. جيت في وقتها ليه؟ بتعمل ايه يعني؟ اطلعي يا بت، اطلعي فوق يلا. ايه ده؟ انتوا جبتوا النهاردة الشبكة؟ لا بجد؟ طب وريني يا بابا، عايز اشوف. يا ولية اذا كنت انا ما فتحتهاش اتفتحت في راسك طاقة. طلعت بأمك يا بت. طلعت فين؟ انا جاية معاكوا. جاية معانا على فين؟ انا عارفة. هو اي حد يجي معانا ولا ايه؟ يلا حاج. يلا خد يا حبيبي. ألف مبروك يا عاصم. مبروك يا عاصم. ولا ما تحاسب يا ابني. يا عم ايه، ما عندهاش مشكله. بتاعت لقطه انت مالك؟ مين يا ريس؟ معلم زيزو. ازيك يا ريس؟ الف مبروك على المحل الجديد. الله يبارك فيك. وانا متاخره يا معلم، انا هستناك بقى تجيلي المحل. تبارك لك نفسك. ما تستعجلش، ده انا جاي لك وجايب لك مصلحه لوز. النبي. اه والله ربنا يكرمك يا باشا واصلح حالك. ربنا يخليك يا حبيبي. الله يخليك يا معلم. قول لعاصم ونبنى مبروك، لسه جايبين الشبكه. يا عم ايه، ما عندهاش مشكله. بتاعت لقطه انت مالك؟ مين ايه يا ريس؟ معلم زيزو. ازيك يا ريس؟ الف مبروك على المحل الجديد. الله يبارك فيك. وانا متاخره يا معلم، انا هستناك بقى تجيلي المحل. تبارك لي بنفسك. ما تستعجلش، ده انا جاي لك وجايب لك مصلحه لوز. النبي. اه والله ربنا يكرمك يا باشا واصلح حالك. ربنا يخليك يا حبيبي. الله يخليك يا معلم. قول لعاصم ولبنى مبروك، لسه جايبين الشبكه. الف مبروك يا باشا. يلا اتجدعنوا بقى عشان نعمل لكم فرح يهد شارع عبد العزيز. مبروك يا عروسه. عقبالك يا زيزو. يلا يا ولاد. مبروك يا باشا. وبعدين في اللي احنا فيه ده اصلا؟ اللي هو ايه يا بكرو؟ احنا زي الفل اهو، بنشقى طول النهار وبنرجع اخر الليل نغمز اللقمه وبعدين نحبس عشان ننام عشان نصحى ونشقى تاني. وزي ما انت شايف ادينا اتنطقنا والحياه بقت فله وجبنا توم اهو. بس انا مش متكيف يا اسطى. اغير لك الميه ولا لا يا بكرو؟ البني ما بقاش يخش بيتنا. ما قصرتش الكيف ده يا شبرو. طب قول واثر. لا يا اخويا، هو هيقصر عشان يروح عشان ينام. مش
اسكت يا ام سعيد، انا مش راجل قاعد صادق ولا ايه؟ عيب ده ضيفنا. قول يا بكر. احنا بقينا صبيان عبد زيزو يا اسطى، زيزو بتاع زمان اللي كنت ده بتطرقع له وهو عيل صغير، دلوقتي احنا عيال عدو، ولا هنلقط كار البياعه ولا هنقلب تجار ولا عمرنا هنعمل مصلحه جنبه. اتلم يا غراب البين، اتلم يا اخويا، ده انتوا من يوم ما اشتغلتوا مع زيزو وانتوا قشيتوا يا اخويا بقت معدن بعد عيشه السنكحه. وانت مالك يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتفتح الشبشب على مراتي وانا قاعد يا بكر؟ جاوبك على دماغك بيها يا شبرو كده؟ انت بترفع مراتك عليا يا شبرو؟ نسيت العيش والبلح اللي بينا والصحوبيه؟ كنا بنقول ايه؟ انا حابب المصلحه يا اسطى. هو عايزين لنا بالقرشين اللي بيدوهم لنا؟ عايزين لنا يعني هنفضل كلاب كده جنبه على طول واقفين على رجلينا طول النهار، ولما هو يسافر يوم يبعت الواد اخو التلميذ يتمرقص علينا ويفضل طول النهار يدق على على المكتب على الطبله على الاله الحزقه. شكلنا وحش قدام اصحابنا السواب يا بكر. تلم يا شبرو، اتلم يا اخويا وخلينا عايشين. تلم حسسني ان انا مش راجل قصادي. قومي من هنا بدل ما اعلم على وشك يا بنت. قومي من هنا. صل على النبي. قومي من هنا. صل على النبي يا اسطى، ده بره الشرانيه. اهدى بقى، صل على النبي. اهدى. استغفر الله العظيم. اثبت. اديني هديت اهو. اسمع يا بكر، عايزك كده بقى تقول لي ايه الخطه اللي هنعملها مع اللي اسمه زيزو ده. ايه الخطه دي بقى؟ عطية، انت عطية. عاملين يا حاج جاي لحضرتك اهو. عندك بضاعة راقدة في المخزن؟ في يا معلم، التلاجة الكبيرة والتلفزيون الجديد. التلفزيون الجديد. اخلص، هنحرق يعني هنحرق. نحرق؟ نحرق ايه يا حاج؟ كل البضاعة اللي راقدة عندك في المخزن تبيعها بسعر الجملة. لا مش بسعر الجملة، بسعر المصنع كمان. يا حاج ما بالهداوة برضو، الحاجة اللي مش جايلها طلب النهاردة بكرة يجي لها يوم. بقول يعني لك ايه عطية، انا دماغي كهربتها عالية، عايزه سلك ارضي عشان تفضى، مش عايز دوش الدماغ. نحرق يا حاج، بس ولا مؤاخذه يعني نحرق لمين؟ اهو كده انت بدات تفهم، ماشي معايا على الخط اهو. شوف يا سيدي، احنا هنبيع بسعر الجمله. لا بسعر الجمله، بالمصنع. وهنبيع لزيزو. زيزو يا حاج؟ زيزو انت يعني يا حاج؟ ايوه عارف يا سيدي، ما بطيقوش، ولو شفته في الشارع هخنقه وعمري ما هسلم عليه. بس انا في دماغي حاجه. ولو اني مش فاهمك يا حاج، بس صاحبك قنديل هيسكت؟ ما هو ده اللي انا عايزك فيه. عايزك تلم البضاعه كلها اللي في المخزن وتاخدها في لواري وتطلع بيها على المؤسسه، تطلع بيها على اي سوق موجود في السبتيه، اي حاجه. تحملها على عربيات تانية وتدخلها شارع عبد العزيز بالعربيات دي على محل زيزو على طول. دي بسيطه يا حاج، بس عايز اقول لك برضو ان زيزو مسافر مش هنا. يا واد، طب ما انا عارف، بس انا كمان عرفت بطريقتي انه جاي النهارده. ايوه افضل بصين. هتفضل تبصين ليه كمان؟ دي فيها خايف على عيالك؟ هاو يا معلم، اللي طلبته كله يكون واصل، بس الكميه قد ايه؟ طيب كل اللي موجود عندك، الباقي مالكش دعوه بيه. ولو ان خساره في المصلحه دي يا حاج، بس الشرشورك اقول ايه يعني؟ روح يلا. ماشي يا حاج، سلام. يخرب عقلك يا شرشين، ده انت لعيب قوي يا حقك هيجي لك لغايه عندي. وان كان على قنديل هوصل، سككوا مش بعيده عليا. اخرب عقلك يا شرشين، ده انت طلعت ايه ميه من تحت تبن. صدق اللي قال يموت الزمار. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. يعني يا ست الكل هتاخدي السخان ولا نرجعه؟ يا اخويا حلمك عليا شويه، الكلام اخد وعاطى. امال صاحب المحل فين؟ بصراحه هو اللي بعرف اتفاهم معاه واتكلم معاه. اهو عندك اخو صاحب المحل تفهمي معاه. شوف يا عم وليد. امور يا حاجه، صاحب المحل بيجيب حاجه بس من بره وجاي. سخان الغاز دون بصراحه كده عاجبني وعايز اشتريه، بس بصراحه كده عايزاك تنزل لي منه كده يعني ايه، قول 10 جنيه. صدقي وتأمني فيه. بالله لا اله الا الله. السخان ده لو لقيتيه في اي حته تانيه بره بيتباع بنفس السعر اللي احنا بنبيع بيه هنا، انا اشيل منك اي كميه موجوده. ده سخان الماني يا حاجه، وارخص من اخواته 25 جنيه. يا اخويا ما هو ده اللي مخوفني ومخلي الفار بيلعب في عبي. اقل من سعر السوق واقل من اخواته ب 25 جنيه. قول لي انت بقى، يبقى السخان فيه ايه؟ يبقى معيوب. جينا بقى للكلام اللي ما جابش همه. انت مش فليتي السخان وطلع الماني وشفتيه حته حته؟ ايوه فليت. طيب يا ستي دي بقى شطاره محل، احنا بنعرف نجيب بضاعه بسعر رخيص عشان نريح الزبون بتاعنا،
وشوف انت برضو عايزه ايه واحنا تحت امرك. ماشي يا سيدي. الو يا وليد، ادينا اخوك. ربنا يبعته بالسلامه ان شاء الله يا معلم. ما قالش رايح فين؟ ده ما ظهرش من امبارح، وقبل كده كان مسافر. ما انت عارف زيزو، ما حدش بيعرفه المشاوير يا معلم. طب بقول لك ايه يا ابني، مش محتاجين بضاعه ولا حاجه ابعت لكم؟ تعيش يا معلم، تعيش الله يخليك. انا هقوم ابص بصه كده اشوف ايه اللي ناقص، اما يجي زيزو هساله برضه. لما يجي خليه يكلمني ضروري في المعرض، عاوزه. انا يا معلم. حاضر. اي خدمات تانية؟ سلام. اتفضلي. تمام كده. يا لهوي، ايه ده؟ ده انت ما عملتش خصم على الفاتوره خالص. لا بصراحه بقى، اخوك 100 فل وعشرة عمره ما مشاني من هنا وانا زعلانه ابدا، كان دايما بيعمل معايا احلى واجب. ماشي يا ستي 10 جنيه، بس انا مش عاوزك تتعودي على كده، احنا بنعمل معاكي كده بس عشان لسه فاتحين. تشكر يا زوق. بالسلامه يا ست الكل. من يد من اعدام. يا بكر. يا عم لسه ما شرفش يا عم. لسه ما شرفش. بكر حضر يا عبد الشيخ الشروعي. الحمد لله بالسلامه، انا مسيدكم كحل ان شاء الله. اجيب لك زيها ولا اجيب لك قماش وانت تفصله؟ ما هو انت مش فالحين غير في البرطامه. كريم معلمين، مش هينفع بقى بصراحه الشغل ده خالص، ده احنا قربنا على الظهريه. جري يا وليد، مش ناقص غير ان انت تقوم وتديني بالقلم يا جدع. يا عم ده حتى المرياسه عيبه على الريق، بتعمل حموضه في الحجاب الحاجز. جري يا عم شبرو، مش حلو الوش ده على الصبح كده. ماشي يا عم، بس الحلو بتاكل. ويابو اللي بتاكل رش. احنا جايين من ظهور، ايه يا عم على الصبح منك ليه؟ في ايه؟ بقول لك يا عم وليد، ما تطلب لنا قهوه كده نفوق بيها على الصبح عشان نفهم الدنيا عايزه مننا ايه. القهوه عند بتاع القهوه يا اسطى منك له. روحوا على القهوه كده اعملوا استباحتكم براحتكم خالص، ولما يبقى يجي زيزو يبقوا تعالوا ان شاء الله. ماشي، ماشي. بس خليك فاكر انت اللي بتزعق لنا وبتطردنا من الورشه. ماشي يا عم الشيوعي. ماشي. يلا يا بكرو. يلا شبرو. يلا يا بكرو. ويا ابو البتاع. يلا على الظالم والمفتري. سلامه يا معلمين. العيال دي مش هتجيبها لبره. يا عم دول معلمين خلاص، براحته بقى، خلي زيزو يشرب. اخوك زيزو هو المسؤول عن كل الكلام ده. الحمد لله على سلامتك يا بطل. انا سالت عليك في المينا قالوا لي طلعت من 4 ساعات. يا باشا انا ما اتاخرتش عليك، انا من المينا على سيادتك على طول، بطلع فلوسك عشان تعدها. عدي، انا هدي وراك يا زيزو. رجع الفلوس الشنطه. رجع الفلوس يا زيزو، انا مش هدي وراك. رجع الفلوس واقعد. يلا اقعد. طبعا دول زي ما سيادتك عارف كل فلوس صفقه بودره الميلامين. الصفقه دي اختراعك من الالف للياء يا بطل. مش عارف بتجيب الافكار دي منين بس. يا باشا ده اطباق الميلامين مالت مصر، وبعدين اي واحد معاه قرشين يجي فاتح لي مصنع تحت بير السلم. قلت احنا بقى لازم نحط على المصلحه ونشوف لقمه عيش وسطيهم. برافو عليك. بس بص بقى، انت لازم تحتفظ بقسيمه الجمارك عشان نقدمها للضرايب. اوعى تنسى تقدم قرارك الضريبي الشهري زي ما نسيت في صفقه الجزم. لا انا اتلسعت بقى النوبه اللي فاتت. ما تشوف لك يا اخي محامي او محاسب قانوني ياكلوا جنبك عيش يخلصوك من المواويل دي. انت عايز تعورني ليه يا باشا؟ مش كفايه النسبه الغامضه اللي سيادتك بتقطمها؟ مش ليه يا ابني، احنا معانا ناس كتير. مش معقول يا زيزو كل التسليكات دي وما عداش على بالك انه في ناس كتير جدا بتخلص لنا كل خطوه. وماله؟ ما هو كله بتوجيهات سعادتك يا باشا. لا برافو، لغتك اتحسنت والبدله كمان. مش هتقولي بقى بتعمل البدل دي فين؟ حلوه. دي عار. انا هدي لك بقى عنوان الراجل بتاع البدل بتاعي وتروح تعمل عنده حاجه. اه صحيح، ما عندكش حد عايز يروح الحج؟ اشمعنى؟ التلامذه بتاعتي هم اللي ماسكين القرعه السنه دي وعايزين يخدموني. ما تطلع الحاجه كده تزور وتتمتع، ولا عايز تبخل عليها؟ لا يا باشا ابخل، ده منى عيني. طيب طلع عليها جواز مستعجل، قدمه وادفع الرسوم وسيب الباقي عليا. باشا انا كنت عايز سيادتك في موضوع تاني برضه. قول. وليد اخويا بتاع كليه التجاره، ماله ده؟ طمعان له كده في شغلانه يعني سيادتك حلوه. طب هو اتخرج بتقدير كويس؟ لا هو لسه في الجامعه. امال هنشغله فين بقى؟ خليه معاك في المحل يشرب الصنعه ايام الاجازه. ما هو معايا فعلا يا باشا، بس انا عايزه يعني يشتغل شغلانه كده بدون اجر في بنك تحت التمرين يعني، او يحك بقى في الدفاتر والحسابات. ماشي ماشي يا سيدي، بتتشطر في دي كمان؟ هنعينه لك في البنك اللي حسابك فيه تحت التمرين وبمرتب، ولما يتخرج هنثبته كمان، بس خليه بقى يجيب تقدير عشان ما يحرجناش. لا لا يا باشا، دوات زي الفل ولهلوبه، وانا هبقى اجيبه المعاليك يتعرف عليك برضو ويزيدنا شرف. تبقى شونطجي.
عموما انت تستاهل كل خير، دماغك وزنها ذهب وهيبقى في شغل كبير جدا بيننا يا زيزو. وانا يا باشا معاك بامر الله لحد ما تزهق مني، وجاي لك بقى في مصلحه جديده، المحمول. محمود؟ ايه المحمول ده؟ المحمول المباين. ايه يا باشا؟ الموبايل. وماله العفريت ده بقى؟ ده الناس كلها في سيرته اليومين دول. انا عن نفسي متعود على التليفون العادي، مش مستعد ان انا اغيره واوجع دماغي. لا يا باشا، ده اللي جاي والدنيا كلها تشتغل فيه. نخش احنا بقى في السبوبه في اولها عشان نعدي. معلش يا زيزو انا مش حاضر المره دي، الفلوس دي جت في وقتها من ايدك لايد ناس تانية. وبيني وبينك بقى انا اتورطت في قعده حريمي مع هوان وكبار. ما تزعلنيش يا زيدان بيه وشاركني، وانا ما قدرتش ازعلها وشاركتها. قريه سياحيه لا جات لي على البال ولا على الخاطر. بيني وبينك انا حاطط ايدي على قلبي، بس ما كانش ممكن اقدر ارفض. خساره دي الايام الجايه يا باشا ايام المحمول، وبقول زيزو قال. خلاص يا سيدي خش انت وفرجني، يمكن بعدين تقنعني اسحب فلوس من البورصه واشاركك. لا لا يا باشا انا ما احبش التردد، انا هبدا كده مع نفسي الاول في كميه صغيره استطلع السوق يعني، ولو لعبت نخش بتقولنا سوا. مش بقول لك دماغك متستفه؟ ابتدي بس انت، ولو حد ضايقك بلغني. ها طبعا يا فندم. ما تقاسم بقى يا باشا عشان نتوكل على الله. قاسم ايه؟ الشكارة اللي وردت من شوية دي ايه؟ هو سيادتك نملت ولا ايه يا باشا؟ انا اصلي مش نايم من امبارح يا زيزو. باشا يا باشا ربنا يعينك. في حتة هنا بقى عايزك تلميه. مش كنت تخبط قبل ما تدخل؟ ما الباب مفتوح انا اخبط على الهوا. الحمد لله على السلامة عبد العزيز. الحمد لله على سلامة يا ابني. الله يسلمك يا اما، والله وحشتيني وحشتيني يا اما. انت كمان انت كمان وحشتيني قوي قوي يا ابني. والله ما كان نفسي اخدك معايا كل حته، بس شغل بقى. ربنا يخليك يا دنايا، ليك يا حبه عيني لا اكلت ولا شربت من ساعه ما سبت البيت ما انا عارفاك. لا ما نسيتش نفسي ما تقلقيش، انا حتى جايب لك فضل خيرك كده شويه حاجات معايا، شويه جمبري على شويه سمك على شويه ملوحه على شويه كابوريا وباتنين جنيه شفين. فايش بتشيب يا تنبري؟ بس المصاريف يا ابني، ما الاكل موجود. مصاريف يا اما بس، ربنا فتحها خلاص وسهلها على الاخر بقى. ربنا يوسعها عليك من الواسع يا ابني يا حبيبي. سلام يا ماما. وانا ماشي غير بدعوتينك الحلوين دول. ربنا يخليك يا غالية. ربنا يخليك يا ست الحبايب. حبيبي يا ابني. ست الحبايب يا عواطف يا عواطف. بس يا ولا ربنا يروق بالك يا حبيبي. ما نفسكيش تحج يا ماما. ده حلم يا ابني. صدق يا عبد العزيز انا حلمت بالكعبه. لحيتها حلم، النور طلع من كل ناحيه. فتحت عينيا الفجر قال الله اكبر. اي والله ربنا يخليك ربنا يخليك يا دنيا. يبقى ربنا اذن يا حاج. والله ياما انت فيكي شيء لله. تعرفي يا اشجان الموضوع ده ما ساعدتلوش، لا ده هو اللي جه في طريقي كده بالصدفه. بس يلا بقى خديها غيري لها ولبسيها طرحه عشان ورانا مشوار فوري. مشوار تاني؟ خير؟ هروح نتصور ياما عشان اجراءات الحج. يلا لبسيها يا اشجان. يا عم انت دي تالت عربيه نازل بضاعه منها، ما تفهمني مين اللي باعت البضاعه دي عشان ما رجعكش تاني بيها. يا باشا ده كل اللي عندي، عد حاجتك وامضيلي بالاستلام عشان اروح اخد رخصتي من اللي باعتني. اللي هو مين بقى؟ المعلم زيزو عارف، امضيلي بقى. اتفضل يا عم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ايه يا ابن البضاعة اللي سد باب المحل دي؟ اهلا. انت خلاص بقيت معلم وبتنزل بضاعة من ورانا؟ ده انت اللي معلم يا معلم، انت فين يا عم من الصبح تيجي تشوف الحوار الغريب ده؟ خير؟ بضاعة عمالة تنزل لنا ومش عارفين مين اللي باعتها. خير وبركة، ويا ريت كمان ما يكونش خد منك فلوس. لا ما هو فعلا ما خدش فلوس. مصلحة. وأي مصلحة؟ ده تلات عربيات محملين، تلفزيونات على غسالات على ثلاجات، ده المخزن اتملى جوه على الآخر. بس هو ما قالكش مين اللي باعت ها؟ الولا السواق قال لي المعلم زيزو عارف. اكيد هيتصل ويسال خبر النهارده بفلوس. يلا هجيب بقى العيال تفلش البضاعه دي. طب ما تتاخرش. الف حمد لله على السلامه يا كبير شارع عبد العزيز الجديد. مبروك عليك البضاعه. عقبال ما نزفك الزفه الكبيره.
كله تمام يا سيدي المعلمين. انا شايف قدامي اهو بعناية كمان. اه يا معلم، بس ايه اللي بعد كده يعني؟ هو لحد دلوقتي ساحب بضاعة بشوية وشويات. بنحي مفيهاش اي حاجة، حي ونجامل، واحد حبيبنا ولسه فاتح جديد وعلى راسنا من فوق. ايوه معلمي، بس يعني هتقوله البضاعة دي من عند مين؟ الله، هو انت عايز ابن البارودي يركب علينا واحنا اللي نروح في داهية؟ روح يلا، روح على عطية. تمام يا معلمي. الو الشرشابي يا معلم، عمر الشرشابي. طبعا انا عارف ان انت تفهمها وهي طايره، والله عرفت انك هتجيبها كده من الجو يا حبيبي. يعني مش عارف اعمل زي ما عمل انديل؟ البضاعه دي يا عم بسعر المصنع، احرق زي ما انت عايز. ايوه انا عايزك تحرق شارع عبد العزيز كله. خلص البضاعه وانا مخزني مليان، هديك بدلها تاني. يا عم انت مالك؟ احنا لا كتبنا عقد ولا خدنا عربون، لكن بعملها من اخوك عمر الشرشاب. اجمد بقى زيزو وخليك حلو، احرق لي شارع عبد العزيز كله. لا وربنا هبيع بنفس الاسعار دي ما تقلقش، بس انا عايز افهم بس الرضا ده كله جايبه منين. دي بقى مش هضمها، بس ماشي ماشي يا معلم، هتاخد فلوسك كل يوم اخر النهار. اه 5%، هتسيب لي كمان 5%؟ ماشي، ربنا يكرمك ابو الواجب يا سيد المعلمين. ماشي يا ريس، ماشي يا ريس. اتفضل 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 اتفضل. سلام. ترى بتحضر لي يا شرشابي؟ ايه؟ فهمتش اي حاجة في حوار البضاعة ده؟ المهم تكون انت فهمت. الواد بكر فين؟ بصراحة الواد بكر وشبر دول سايقين العوج على الاخر، شكلهم كده مش ناويين على شغل خالص. ليه؟ جايين النهاردة قرب الظهر، وأول ما جم راحوا يعملوا استباحة في قهوة نصر ولسه ما رجعوش لحد دلوقتي. يبقى اتخانقت معاهم، ما أنا عارف إن مفيش لغة بينكم. والله ولا اتخانقت ولا اتكلمت معاهم من أصل. بقول لك ايه، العيال دول رجعوا على قديمه، عاملين نفسهم بني ادمين وبيزنجروا، عايزين يمشوا بمزاجهم. على نفسهم، استغفر الله العظيم. المهم البضاعه اللي جت النهارده دي هتتباع بالسعر ده. استنى بس، ده كتير قوي. وريني كده يا عم، احنا في سوق كل الناس عايزه تاكل عيش. كده يا زيزو انت كده هتزعل الناس مننا. انا زعل الناس ليه يا عم؟ احنا في سوق والسوق حر. الله، واللي تكسبه لعبه، وده بقى يبقى شعار المرحلة القادمة. مرحلة؟ مرحلة ايه؟ دي بقى تفهموها بعدين ان شاء الله. الو، انور خط قطع. انا عايز انور معاك يا عم. وصل السلك كويس بقى. النهارده؟ لا انا مش هقدر اجيلك، ممكن تعدي عليا. ماشي ماشي يا حبيبي، ماشي يا حبيبي، ماشي يا راجل. حاضر، سلام. بحول الله يا رب. تصدق بتصعب عليا؟ كل ما تشوف وشي تقلب سحنتك كده ليه؟ مالي؟ السينما لفظك يا بنت نعمة لحسن قسم العظمة، انا اقوم اقطعك هنا. يا عم انا جايلك علشان تعمل حاجة للواد، عايزين نجوزه للبنت بعد بكرة، في ايه مالك؟ مالي؟ مالي ما انا واخوه طالع عنا مع البنت دي هتخلص المخروبة اللي هي فيها بتاع الاجزخانات دي، انا نفسي مش رايقة لا هي ولا ابوها بتاع الكراريس. طب هات 100 جنيه علشان اجيب لهم حاجة وانا داخلة. قومي جات 100 جنيه؟ مش عارفة الهافك انت واللي جابك. ايوه انا قريت عنه ده في الجرانين. بيقول لك العدة الواحدة بيجي 2000 جنيه والخط بيعدله ال 1500. أنا مش فاهم يا زيزو، ما أصحاب الشركة دول مجانين، هيلاقوا زبون فين؟
يا عم زيزو، الناس بتلم بعضيها وتعمل جمعية ويقبضوا عشان عارفوا يعيشوا. تم تقول لي المحمول بتاعك ده؟ لا 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 أمر، ما تزعلش مني، دي بقى برمت منك. قول لي ليه؟ ليه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام النهاردة الشعب المصري ده غاوي منظرة. يعني الناس اللي انت بتقول بيلموا جمعية عشان يعرفوا يعيشوا هيبيع هدومه عشان يشتري عدة من دول. لا 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 انت بص لبعيد قوي يا عم زيزو، ده هياخد سنين كتير عقبال ما يحصل. انت كده بتخلينا نحط فلوس كتيرة في موضوع بقى ملوش ملكة. طيب انا هفهمهالك بطريقة تانية. فاكر التلفزيون الملون اول ما نزل؟ اه. ايه اللي حصل؟ اقول لك انا، الجرايد بقى قعدت تهلل والناس تقول لك طب الابيض واسود ده هيبقى الوان ازاي؟ اهو ده بقى نفس النموذج. التجار اللي خاطروا ونزلوا التلفزيون الملون في الشارع هم اللي كسبوا من المخاطرة دي. زي الكوافير الورق، الناس دلوقتي مش عارفة تستغنى عنها، سعرها عالي بس الناس لما بتتعود عليها ما تعرفش تسليها. او المحمول ده بقى زي الكوافير الورق بالظبط. ايه يا عم انت عايز تقنعني ان انا اشتغل معاك في المحمول ده؟ انا مش هسيب اللاسلكي. لاسلكي ايه يا عم وبتقولها كده بفخر؟ اللاسلكي بتاعك ده هيبقى زي الترابيش كده وهتروح عليه. صدقني يا انور المحمول ده هيكسر الدنيا، وانا عايزك تعض معايا في المصلحه دي. بص يا صاحبي، احنا كده ماشيين في سكتين بعاد عن بعض. لا احنا طول عمرنا في سكه واحده يا انور، بس انت اللي مش واخد بالك. ماشي يا عم زيزو، بس انا ماشي ورا وانت سايق على سرعه 100 كيلو. ماشي. خايف عليك يا جدع. طيب انا هسيبك تفكر براحتك، ولما تقتنع بامر الله تيجي معايا في المصلحه. ماشي ماشي. قول لي بقى، مشوارك طلع خير وبركه ولا ايه؟ لا الحمد لله 100 100 تمام. اه من الحق الكلام خدنا. تشرب يا انور. لا حبيبي انا لسه شارب تمام، انا زي الفل. والنبي انا غريب يا جدع، ده محلك. طيب فخفخين. يعني خير البر عاجله، نكتب الكتاب وتخشه. الواد هيموت عليكي وانت سايقه الدلال على الاخر يا لبنى. وزيزو عامل معاكي ايه؟ بص اللي اقولها على خطيبها اللي هو اخويا تقول لي زيزو. الله مش عايزه اطمن عليكي، يعني هتتجوزه ولا لا؟ ماشي يا لبنى، هتكلم معاكي بقلب مفتوح وانسى خالص ان انا اخت عاصم. زيزو مش ليكي، حتى لو انا او غيري ما خدناهوش. هو في حاجات تتحب اه، لكن اللي يتخاف منه اكتر. زي ايه بقى؟ زي انه مش ماشي على الارض يا حبيبتي زي البني ادمين، زي انه طاير ملوش ملكه. ما انا قدامك اهو بجري وراه بقالي شهور، وصلت لايه؟ يعني خلاص زهقتي وصرفتي نظر؟ ليه يا اختي، ما انا فاضيه وانا ورايا حاجه. وبعدين ده انا احسن حاجه فيا الصبر وطولة البال، ومفيش حاجه الا لما احطها في دماغي ولازم اجيبها. وهتجيبيه امتى بقى يا اختي؟ ما خلاص خلصنا. وبعدين لعلمك عاصم بيحبك قد ما بتحبي زيزو 100 مره. ما تتكلمي عادل يا سناء، ايه بحبه دي؟ بصي اللقم، يعني انا بتكلم معاكي بصراحه وعلى طول كده؟ ده انت ماشي. خلينا نتكلم في المهم، هنكتب الكتاب امتى وننزل ننقي العفش؟ لما ربنا يسهل. مش هخلص. قولي لي مبروك، كتبنا كتاب هلا الحمد لله، عقبالك. الف بركه يا احسان. طب والله العظيم فرحتلك. الله يبارك فيكي يا سناء. تتغدي ولا طالعه؟ لا غدا ايه، انا هطلع علشان اكلم صالح علشان افرحه واقول له بقى اجهز تذاكر السفر لهالا. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. سيبك منهم، دي ناس مخها طائق، وكويس انك خلصتي منهم. بس انا عايزك تشدي حيلك يا لبنى شويه يا اختي، نفسنا في فرح يدخل بيتنا من زمان، وان شاء الله ان شاء الله هيكون على ايدك. دي الاسعار اللي زيزو بيبيع بيها يا معلم. كل السوق عارف انه بيبيع بخساره، ورجاله السوق مولعين منه. الواد ده ملهوف على قضاه، قاعد يدق مسامير في النعش بتاعه. واد غبي وتهور، ما تبرش فيه العيش والملح اللي انت عملته فيه يا معلم والخير ده كله. تفتكر يا معلم رجاله السوق هيسيبوه؟ يا ابني انا مش قصدي زيزو، انا قصدي اللي اداله الاسعار دي يبيع بيها. ده بيحرق بضاعه ويخسر مستبيع. تفتكر مين يا معلم اللي اداله البضاعه دي؟ معلم الشرشابي. وفي حد هيكون غير الشرشابي؟ الشرشابي ده اغبى واحد موجود في السوق. هتسكت له؟ هسكت له؟ لا طبعا مش هسكت. هنحرق بضاعه زي ما بيحرق، وفي الاخر هحرق له قلبه. طب ومكسبنا يا معلم؟ مكسبنا ان احنا نخلص من الاغبية دي عشان السوق يفوق. انا من رايي معلم ان احنا نبعد عن الموضوع ده اليومين دول، السوق الموج بتاعه عالي قوي.
اسمع اللي هقول لك عليه. كل البضاعة اللي راقدة عندك ابعتها لزيزو، بس من غير انت ما تظهر في الصورة. اللعب خلاص ابتدى، سيبه يفرد جناحاته زي ما هو عايز، وزي ما بقوله بكرة تندم يا جميل. قشط عليك يا معلم. هتوحشني يا وليد يا دنعي. خلي بالك من اخوك، مالكمش غير بعض. حاضر يا امي، ما تخافيش، انا بس عايزك تدعي لي كويس هناك، انت رايحه اطهر مكان في الدنيا. هدعي لك يا دنعي، وهدعي لاخوك وبنت عمتك كمان. بس لو ما رجعتش يا ولاد، بعد الشر عليك يا امي، ما تقوليش كده بقى. تقولي ايه يا ورد خالي؟ هترجعي بالف سلامه، وان شاء الله كل ذنوبك مغفوره. ان شاء الله. مش حوصيك يا اشجار، خديهم تحت جناحك وضللي عليهم يا بنتي. انتي طيبه وقلبك كبير وبنت حلال. سامحيني يا بنتي لو كنت غلطت معاكي في حبيبي. انتي دلوقتي مكاني في البيت، ولادي امانه في رقبتك يا اشجار. يلا يلا بقى عشان ما تتاخريش، وتروحي وتيجي بالف سلامه ان شاء الله. يلا مرت خالي، عبد العزيز مستني في العربيه وبيقول هنتاخروا على الطياره. والنبي البيت هيوحشني اللي عشت فيه عمري كله معاك في الرحيم. لا 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 لا، والنبي بلاش بقى الكلام ده، احنا مش ناقصين. يلا يلا يا رب. يا رب يا رب اجمعني بيهم بالسلامه يا رب. طب وبعدين يا رجاله؟ احنا هنسيب الجرع ده كسر فينا ونقف نتفرج عليه؟ اللي ساب غيره زمان يستاهل ان يطلع لنا زيزو والف زيزو. هم يكسروا واحنا نقعد نتفرج عليهم، طالما كل واحد بيدور على مصلحته هو وبس، والباقي ملعون ابوهم. يبقى ما تستنوش غير ان كل يومين يطلع لنا واحد زي زيزو يعمل اكتر من اللي عمله كمان. احنا مش جايين نسمع الكلام ده منك يا معلم علام. شور علينا نعمل ايه؟ انا بقول نجيبه نتكلم معاه ونسمع منه. لو كان غيره سمع زمان كان هو هيسمع دلوقتي. اللي اتعلم على الايد المتجرمين واللي ذمتهم خربانه. يا حاج خلاص فهمنا وقلنا شور علينا، يا اما تيجي معانا نروح للشرشابي وقنديل ونشوف القصه دي هترس على ايه. انا عديت على زيزو في المحل بتاعه وما لقيتوش، ولقيت اخوه عنده تعليمات يبيع لحد ما يخلص البضاعه اللي عنده. مش جايين نقعد ونغني ظلموه، واللي عايز يجي معايا القنديل يتفضل يجي. انا جاي معاك يا حاج عمران. يلا سلام يا عمهم. فين بابا وراك يا اشجان؟ يا ابوي كان نفسي ازور اهل البيت قوي، ربنا يخليك ليا. عشان تعرف ان انا مش حرمك من حاجه اهو. انا هحضر لك العشاء. تعالي بس. عشاء ايه؟ انا عايزك. تعالي يا شجان. يعني كلفت نفسك جبت حاجات كتير ايام. اهو ده بقى الكلام اللي يزعل. وبعدين يعني ما كنتش اجيب لك انت، امال اجيب لمين؟ اجيب لك ميه وملح تلاقي رجليك وجعتك من مشوار. اقعدي يا شجان. عارفه ايه ده؟ دفتر توفير باسمي. يا بوي 100,000 جنيه تعيعد. حقك. قلت لك ما عايزاك حاجه، هتزعلني بالحديد ده. روح رجع مطرح ما جبته والغي الدفتر دي. بقول لك حقك والله العظيم حقك. ال 100,000 جنيه دول ديت طلقه النار اللي خدتها مكاني. ارتحتي؟ انت كده هتزعلني منك صح ولا يعني عشان مرت خالي خلت بيا وسافرت؟ لا خليت بيا انا كمان. حلوة قوي يا شيخ. وانت اجدع راجل في الدنيا. وحكاية البت اللي سابتك دي بكره ربنا يبعت لك احسن منها وست ستها. هو انت كده اللي ناوي تزعليهم؟ اتفضلي. خدي بقى قيسي الحاجات دي شوفيهم مقاسك ولا لا. انا زعلانة منك يا عبد العزيز. ليه تاني؟ بتدفع لي اجرة غلاوتك عندي؟ عشان يعني فديتك وخدت طلقة مكانك؟ الله يسامحك. تحت ليه بقى دراما يا اشجان؟ كل ما اعمل حاجه تبوظها لي. وبعدين يا ست القسيمه دي تثبت ان ليك حق عندي قدام الناس وقدام ربنا، زي ما انا كمان ليا حق عندك قدام الناس وقدام ربنا. يمين بالله يا عبد العزيز لو قربت لي لولعت في نفسي.
عبد العزيز ما تزعلش، والله ما تزعل، ده انا بعمل كل حاجه في دنيتي عشانك، حتى بحرم نفسي منك تلوك عشانك برضك، والله ايوه انت لازم تتجوز بنت بنوت. نفسي تعمل فرح يا عبد العزيز، نفسي تتهنى زي الشباب، كفايه اطل في عينيك الاقيهم فرحانين، انتي بالدنيا والله. غريبه الدنيا دي، انت عايزان افرح حتى لو كان على حساب نفسك، ولا حبيتها سمحت لنفسها تفرح مع حد تاني غيري؟ تسواش والله ما تسوى يا عبد العزيز التراب اللي انت بتمشي عليه، وبكره هتجيلك ست ستة وهتشوف. عبد العزيز خلاص يا حسين خلاص. خلاص ايه يا حاج؟ لازم شارع عبد العزيز كله يعرف ان ابنك صالح اتجوز اختي. خلاص الشارع كله عارف خلاص بقى. هتوحشني والله يا عمي. وانت كمان وانت كمان. تاكس تاكس تعال توصلنا المطار يا اسطى. اركب اركبوا. ايه يا حاج انت مش جاي معانا ولا ايه؟ اركبوا بس اركبوا، هتوصلهم وتجيب الهانم دي وتجيبها لغايه هنا تاني. لا يا حاج في ايه؟ معقولة بس هتسيب اختي يعني ترجع من المطار لوحدها؟ وانت بديكي الساعة يا حاج لما توصل مرات ابنك. اركب بس اركب. اركبوا اركبوا اركبوا. انا عارف انا عارف. بس يا حسين اركب يا حاج. افتح يا ابني. دي مرات ابنك يا حاج. بس الواد ده زودها اكبر من حجمه. بس يا جماعه ما ينفعش تكلموا كلكم في وقت واحد، امال هنسمع مين؟ انتوا يا بنين اي حاجه فور الدم برضو يا حاج قنديل. الله بالهداوه يا جدعان، الواد لسه صغير شاب يعني وشايف نفسه ظاهر واقع على شروه كده ولا كده، عايز يجر بيها رجلين الزباين اللي محله. ما يقول لنا على مكان الشروه دي ونجيبه ونبيع زيه. لكن واقف الحال اللي هو عامله لنا الواد ده ما يرضيش ربنا. انا حايش نفسي عنه بالعافيه الواد ده يا حاج قنديل، لو مسكته هزعله. يا جماعه الواد مش حملكم، سرق السكينه ومحتاج حد يكلمه. ما تكلموه يا اخوانا، الكلام اخده وعطى. كلمنا اخوه ما بيحلش ولا بيربط ونازل بيع بسعر المصنع، وزيزو مختفي ولا سائل فينا. انا بقول نبلغ في الغرفه التجاريه تحقق معاه تشوف بضاعته دي سارقها منين. الواد ده زودها. ابو بس يا جماعه يا جماعه ما ينفعش تكلموا كلكم في وقت واحد، امال هنسمع مين؟ انتوا يا بنين اي حاجه فور الدم برضو يا حاج قنديل. الله بالهداوه يا جدعان، الواد لسه صغير شاب يعني وشايف نفسه ظاهر واقع على شروه كده ولا كده، عايز يجر بيها رجلين الزباين اللي محله. ما يقول لنا على مكان الشروه دي ونجيبه ونبيع زيه. لكن واقف الحال اللي هو عامله لنا الواد ده ما يرضيش ربنا. انا حايش نفسي عنه بالعافيه الواد ده يا حاج قنديل، لو مسكته هزعله. يا جماعه الواد مش حملكم، سرق السكينه ومحتاج حد يكلمه. ما تكلموه يا اخوانا، الكلام اخده وعطى. كلمنا اخوه ما بيحلش ولا بيربط ونازل بيع بسعر المصنع، وزيزو مختفي ولا سائل فينا. انا بقول نبلغ في الغرفه التجاريه تحقق معاه تشوف بضاعته دي سارقها منين. انا بقى زهقت من الكلام ده ولازم امشي. بالهداوه يا ابن عمي. الله الامور ما تمشيش كده يعني. وانا كمان ماشي، يظهر انتوا معايا حاج شرشابي. لا بقى انا مش مع حد، انا مع الحق والحق بيقول كده. انا معاك بس من غير يعني لو يدرع لمؤاخذه او استعراض عضلات. خلونا نحل مشاكلنا في الشارع ومن غير الغرفه التجاريه، بلاش نفتح على نفسنا فتوحة احنا مش قدها. لا غرفة تجارية ايه دي، احبالها طويلة. تعرف الحاجة لما تروح الغرفة التجارية شهور وحالنا بيقف.
ممكن بقى يقلبوا القديم مع الجديد. لا 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 بلاش الغرفة التجارية دي. ما احنا بقى لنا ساعة عمالين نرغي في الكلام، لا بنحل ولا بنربط، وجينا لكم عشان نسمع منكم، لكن يظهر مفيش فايدة من الكلام. احنا مش قدامنا غير اننا نقطع عرق ونسيح دمه. اف بس يا طلعت. الله، اوصل انا وانديل لغاية الدوري بيه في موضوع خاص كده، وهنقعد نتفاهم وهنتفق على كل حاجة. انا مش قاعد مع حد ومن غير السلام عليكم. يلا يا رجاله، يلا بينا يا رجاله، يلا بينا يا جدع انت. يلا يا رجاله طيب خليهم يولعوا. ما انت لك لقمة ترمى عظمك بيها. قد ايه ده؟ انت بتدخني ولا ايه؟ لا لا سمح الله، اعصف رقبتك. اللهم صل على النبي، ايه الدلع ده كله؟ تتجوز حمام للود ودي، كنت ذبحت لك بطه وحطيت جوا البطه فراخ، والفراخ جواها ارانب، والارانب جواها بس فراج. بس ايه بتعملي 10 ريتشارد قلب الاسد؟ انت جدع والله. سمعت انه ياكل خروفين على العشاء. يا سلام يا اشجان، هو مكبر الموضوع ليه كده؟ موضوع ايه؟ موضوع اسمك ده اشجان، ده حتى الاسم فال. انت اللي زيك يبقى اسمه افراح. ربنا يسعدك. ربنا يسعدك انت يا سيد الرجاله. سيد الرجاله؟ بقيت تتكلمي عربي اهو زينا. من عشر الجوم، انا بتكلم مصري زيكم. طب سمعيني حته كده مصري. وحشتني قوي يا روح قلبي، بحبك حب لو توزع الدنيا كلها كلها. انا بحبك بجد، بموت فيك، وعايزه افضل معاك طول عمري. طب بس 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 دورك انتهى، تعالي بقى. ايه مش عندك سفر؟ سفر ايه؟ امال الحمام ده ايه؟ مين اللي عمل كده؟ تعال معايا يا عبد العزيز، تعال معايا على الاسم نعمل معاه. ما عنديش كلام اقوله يا باشا. يعني ايه؟ اسمعني كويس يا عبد العزيز وافهم الكلام اللي هقوله لك. اللي عمل العمله دي بيكرهك وكان ناوي يدمرك. المره الجايه هيطولك او هيطول اخوك او اهل بيتك. لازم تتكلم وتقولي هو مين. اذا كان في عداوه بينك وبين اي حد قولي هو مين، وانا هقدمه للنيابه وبالدليل كمان. اتكلم يا عبد العزيز. معلش يا سيادتك، بس احنا نراعي بس الحاله النفسيه، وانا وعد سعادتك ان اول ما الدنيا تهدى انا هجيبه نعمل محضر في الاسم. ماشي، انا هراعي حالتك النفسيه، بس اعمل حسابك مفيش شغل انتقام وعصابات وطار. فاهم يا عبد العزيز؟ انا مستنيك في الاسم. قا
قدر الله ما شاء فعل يا جماعه. زي ما بنينا مره هنبني 100 مره. صلي على النبي يا وليد، القعده هنا ما منهاش نفع. يلا بينا، يلا يا زيزو. لا انا قاعد، روحوا انتوا، انا عايز ابقى لوحدي. انا هقعد معاك، مش هسيبك لوحدك يا زيزو، انت قاعد هنا من الفجر. روح يا وليد، عايز ابقى لوحدي. روح يا زيزو، ما مناش حاجه. قلت عايز ابقى لوحدي. يلا وليد يلا. بعدها لك يا ولد خال. كنتش عامل حسابي يا اشكال. حاسس ان خدت حتة دين قلم ومش عارف ارد. حاسس اني متكتف. قطعيات دول يمدها على سيد الناس. بس يا عمايل المجرمين، مين اللي ليه طار عندك؟ الشارع كله يا اشكال. حسبتها غلط. طلعت حمار. كنت فاكر ان هم هيجوا لي لحد عندي واحسسهم اني كبرت، اطلبوا علي السعر واتحكم في السوق بمزاجي. بس هم فعصوني تحت رجليهم زي الصرصار. الله يرحمك يا ابو علها ومات. اللي بلا ناس بينداس يا ولدي. مين اللي قال انك بلا ناس يا ولد خال؟ طب انا هكلم امي في البلد واقول لها تجيب اخواتها ومعاهم 40 راجل بالسلاح. عايزهم ميتة يا ولد خال. عارف مين اللي عملها ولا نوليها على الصغير والكبير؟ الله العظيم يا ولد خال، وقول قالتها مرة لخلي فران شارع عبد العزيز يخشوا شحورهم ويعرفوا انك سيدهم وكبيرهم وتصير فيها رقاب. كلميهم يا شيخان، بس احنا هنعمل حاجة أكبر من كده بكتير. ايه القرارات المفاجئة دي؟ هتسافر ازاي؟ طب واللي حصل؟ ما تقلقش، انا هاخدك معايا دلوقتي اديك قرشين كده تخليهم معاك. عايزك توضب المحل يا اد وترجعه زي الاول واحسن. اليافطة دي لازم تنور اللي اتحرقت دي، وتجيب شوية ممر وتميل على انور كده لو احتجت حاجة وانا مش موجود، فاهم؟ تمام، على بركة الله. طب واحدة بالنسبة ده قاعدة لو شبره الظبط يعني عوض على الله ولا اي ضربة حزن يعني ولا ايه؟ متخافش على قديم وابكر،
هنرجع ان شاء الله نقف على رجلنا من اول وجديد اصحاب وحبايب. اصيل يا اسطى وقدر الله وما شاء فعل. يلا بينا عشان اديك الفلوس. يلا بينا. خد يا دي عبد محمود العربي. نعم يا اسطى. اقعد. طب ده النهارده المساعد بتاعي وده لو لقيتك اعلمك الصنعه. سمعت يا اسطى. ما تردش عليا ده ازاي بعملتك ممكن اعمل غيرك والف زيك. ها سامع كلامي ولا مش سامع؟ انا ممكن اتسفك وانت الشارع عبد العزيز ده كله. روح عند الواد نصر هات لي شاي. يا اجري يا اجري يا يزعلك ولا تكلم. تفتكر يا نديل ودي عايزه مفهوميه؟ الواد ده هينتقم ان شاء الله يصرف كل اللي معاه. وبعدين بقول لك ايه، الواد ده عامل شغل جامد قوي قوي مع الدوري. يبقى متعلم من ابوه. طب هنعمل ايه؟ ولا حاجه، نتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه. لا يا حبيبي السكه دي تمشي فيها لوحدك. ايوه عايزنا نوصل لحد المشنقه. الله، ما هو ما تمشيش معاه لغايه نص المشوار وبعدين تخلع. لا يا اخويا انا لا مشيت معاك لنص المشوار ولا بداته من اصله. ليه؟ مش انت اللي علمته صنعه الجري ورا الجنيه وقعدته على حجرك؟ ما هو التعبان كده تضربه بالطوبه وتفتكر انه مات، لكن لا السم اصلا موجود في دماغه ومستني مستني عشان يلدعك. كل تعبان له رفاعي يطلعه. طب وتفتكر مين؟ الدوري. متشكرين يا باشا، متشكرين كلنا، انا ووليد وامي والمنطقه كلها. بلاش بقى يا زيزو المنطقه كلها ونزل لي السبت دي. وبعدين الحاجه خدت حقها تمام وربنا يتقبل منها. واخوك وليد ما هو زي ابني تمام، بس خليه بقى يشد حيله عشان نثبته. ربنا يخليك يا باشا، انا برضو جيت اسلم عليك عشان بامر الله مسافر بكره الفجر. هتجيب المحمود برضو؟ انا عملت دراسه وافيه للمصلحه دي ولقيتني ده اوانها، ولو اتأخرنا عن كده حد هيجي يقضلنا في المصلحة بقى ونبقى بنحكي في المحكي. نحكي في المحكي تاني يا زيزو. طب يا سيدي ربنا يوفقك وتسلك، وأنا عندي وعدي، أنا لقيت لك الراجل اللي هسلك لك موضوع الخطوط من الشركة كمان. وده عشم فيك يا باشا. أخبار القرية السياحية إيه؟ أديني دفعت الإرشادات ومستني مفيش أخبار. بس أنت مش عايز تقول لي مين اللي حلالك المخزن والمحل بتاعك بقى؟ تشغلش بالك يا باشا، موضوع وعدى. الكلاب بتاعه والقافلة تسير، ربنا بس يعيننا على الكلاب. بص بقى يا زيزو، أنا مش عايزك تتصرف بأي طريقة. ألو، أيوه مين؟ أهلا يا أنديل، محلك اتحرق أنت كمان ولا النار ما بتحرقش مؤمن؟ لا اسمع بقى أنا هقول لك. اللي عملها ده واحد خايب وجباني وهايف، وعشان تبقى فاهم كمان عبد العزيز بيه قاعد قدامي هنا وحاطط رجل على رجل ولا كاني في باله. طيب ماشي ماشي يا سيدي، انا عارف ان عبد العزيز بيه حبيبك وحبيب الشارع كله، كل ده على راسي وعيني، بس انتوا كان ممكن تعرفوا اللي عملها لو كنتوا عايزين تعملوا كده. بس وحياة ابوك بقى يا نديل، انت وشرشابي زي ما انا بكبركم كده ما تصغرونيش في الحته، خصوصا بقى انها هتتقيد ضد مجهول واطلع انا قدام الحزب بقى مش قادر اسيطر على الدايره بتاعتي، وسايب المجازيب واللي سايقين الهبل بيسوقوا الهزار ويتقلوا فيه على ناس محترمه زي عبد العزيز بيه. مع السلامه يا نديل. برضه يا عم. يا باشا انا تلميذك ومعاك بنتعلم ازاي نبقى كبار حتى مع الاوباش والناس اللي ما تسواش. ادي قلتها، الناس ما بتسواش فعلا. سيبك بقى من اللي في دماغك وخلينا نفكر في شغلانة كبيرة. ولا ايه؟ شوف يا باشا، مش مهم ازاي ممكن تكسب، المهم ليه ممكن تخسر. وانا بقى اتعودت لما اخسر اقف واحسبها. الناس دي انا عارفهم كويس يا باشا، وعارف ان لو سكت عليهم مش هعرف الم الدور تاني. معلش سيبني بقى لدماغ المرة دي واوعدك انها مش هتتكرر بعد كده. شكلك راكب دماغك بس زي ما تحب.
بس بص يا زيزو، انا مش عايزك تضغط عليا ولا تحرجني. ها، مش عايز الدائرة الانتخابية بتاعتي تبقى مقسومة بين ناس ضد وناس مع. امان يا باشا. شفت عبد العزيز بيه قاعد يشرب سيجار مع الدوري بيه؟ لا ولحظة، انه ما عبرناش ونظراته كانت زي ما كنا احنا المريدين. لا وهارش، هارش ان احنا روحنا استخبينا عنده قبل الحريقة. لا وشايل لك انه وقف جنبك لما دخل ابنك الكلية. يبقى لازم نروح له بهدية تقيلة قوي عشان نعرف نقلوص بالطبوش. احنا هنفضل نيبطة مصغر نفسنا، عاملين زي الوليه المطلقة اللي بتحرجم على بيت جوزها عشان يرجعها. انا عمري ما هصغر، افضل طول عمري كبير شارع عبد العزيز، والاولاد ده جه ناحيتي هنسفه. يا عم بطل غباوه بقى بدل ما افضحك في السوق كله. انت تفضحني انا؟ انا عمر الشرشاب انت تفضحني؟ بأمارة العيش والملح اللي كلت معايا ورحت بعت رجالتك يبلغوا عني. انا بلغ عنك؟ ايوه، فأمرت ما جبت عطية أنا وقررته ورفعت المسدس في وشه وقال على كل حاجة. قسماً عظماً يا انديل، لو بصت رجلي في شارع عبد العزيز كله ما هرجع في كلامي تاني ولا عايز أعرفه. إن شاء الله إن شاء الله. يعني إيه يا بابا محدش عارف اللي عملها؟ دي جريمة مدبرة، سهل جداً يتعرف الفعل. والله يا بنتي أنا نفسي مش فاهم حاجة. صاحب الشان مش عايز يتكلم، لما جاله ظابط من البحث ساله قال له يمكن يكون ماس كهربا ولا حاجه. ما قالش العصير المتلج. يا عم لطفي يا بركه، شوف سمعتش اخبار جديده؟ ما عرفوش مين اللي عملها؟ والله لسه يا دكتوره، بس الحكايه كده شكلها هتولع. ايوه، والشارع داخل على مشاكل كبيره. مشاكل زي ايه؟ يعني انت بذمتك ما شفتش حد بيولع ولا حد بيكسر؟ بصراحه شفت. انا اول ما سمعت وليد واياد بيستنجدوا طلعت قدام المحل، لقيت كده شويه عيال بيجروا من جنب محل زيزو. انا بصراحه استغرب، لقيتهم عيال سبرسجيه كده وسكه 14 16 سنه ولعوا في المحل وطاروا ومحدش لحق يمسكهم. عشان كده بقى زيزو انكر قدام الضابط عشان ياخد حقه بدراعه. وعلى فكره عم لطفي، العيال دول متوحيين وقافشين. ايوه، لكن انت يعني ما شفتوش بيتخانق مع حد على فلوس مثلا، بضاعه، حاجات من دي؟ والله عم لطفي بص، انا دايما يعني ما بلاش بقى. طيب احسن بقى عم لطفي بقى. الله، ما تقول اللي عندك بقى وتخلص. انا اللي عندي عصير وتمر هندي ومرطبات. اجيب لك يا ست البنات؟ سامح عليك. يلا حش هسكن. خد بدو يا عبا بجدي، انزل عبا عطف انا بسك السر. يلا يا بكر بيش اللي كراكيب اللي هنا، عايزين ننفض وننضب. يا عبا انت بتتططش علينا، انت مش وراك مجلس الشعب؟ وبعدين هو ايه اداك فلوس تدهن وتطفض وتطفض لنا؟ ينفع برضو بذمتك المعلم يعمل كده؟ امسك، سيب لك الفلوس دول، ماشي نفسك انت وشبره. ايه ده بس؟ ايه صدق ده مكسوف بالدك؟ انت مكسوف ولا بتحس ولا عندك دم؟ طب كام دول؟ خليهم بقى بركتهم على الله يطمن. يلا خد يا عبد المحمود العربي، خد الربع جديد ده واشتغل بزبه. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله ينور. كويس انك جيت. بقول لك ايه، عايزك تروح لانور بتاع الالكترونيات تجيب النقاش اللي قال عليه عشان يبتدي يشتغل. يلا. هو زيزو لسه ما جايش برده؟ زيزو هيركب طياره الفجريه هيجي كمان منك. طيارة ايه؟ هو مسافر ولا ايه؟ وبعدين حتى لو مسافر يقول لك انت موليش، انا حتى اخوه قاعد معاه في بيت واحد في كده يا عم. هو في ايه ولا في ايه؟ وبعدين المصاريف في البط بتتخانق من غير ما تقول للواحد، عادي يعني. انا هروح اشوف الكهربائي واشوف النقاش واشوف الناس بتاعه اليافطه دي عشان يجوا يغيروها. عايز حاجه تاني؟ لا تسلم، اتكل على الله. يلا يا بكر خرطوم بقى ونضف لنا الكلام ده كله. يلا سامع الكلام ليه؟ ما بيقول لك الخرطوم يا اجري. اللي
ايوه يا فندم، الشهود اكدوا ان هم مجموعه كبيره من الصعايده كانوا مسلحين بطبنجات وآلي، هجموا على الشارع وكسروه وحرقوه، واحنا في انتظار المعاينه. شكرا. خير يا باشا، انتوا عاملين لجنه هنا؟ خدت بطارك وحرقت الشارع يا عبد العزيز؟ بطارق ايه بس يا باشا؟ انا سيادتك كنت مسافر اهو، لسه راجع قدام سيادتك يعني، وادي الباسبور اهو. ملوش لزوم، انا متاكد انك انت كنت مسافر، بس ده ما يمنعش انك ورا اللي حصل برضو. ماشي، انا مرهق يا باشا وعايز اروح يعني، بعد اذنك ممكن نفتح؟ اتفضل. شكرين. هو ده بالله، هو رجليه وطلعته على السلم. عبد العزيز اهلا، وحشتيني. اقطعني، كان مشتري لك البدله الحلوه دي. هذاك 1350 بدله. دريت باللي حصل؟ العركه كانت واعره قوي، وشارع عبد العزيز كله اتكسر. واحنا مالنا؟ تعالي بقى ما فرجت، انا جبت لك من بلاد بره. خلاص اتفقنا ان دي هتبقى اوضتنا؟ اه حلو قوي. اوكي. طب وهنا؟ هنا بقى نعمل اوضه الولاد، عايز اعمل لهم فيها الوان بقى على السرير وشويه حاجات كده. بحب الحاجات دي وانا صغير، وعايز بقى كمان في البلكونه. يا عاصم لا، ده عشان الولاد مش عشان والله. قلوبنا مش جزء من العالم ده؟ ايوه، يعني لو ما كانش الشباب البلد يحس بمسؤوليته مين يقدر يحس بيها؟ انا حضرت لك العشاء تحت. نسال نفسنا، انت لابسه كده ورايحه فين؟ رايحه صيدليه انت عارف. يعني انت تنزلي بالليل دلوقتي وانا افضل قاعد مستنيكي ولا ايه؟ انت عارف الاسبوع ده كله شفتات بالليل. بكره نقعد على الحيطه ونسمع العيطه. ماشي يا لبنى، اتفضلي دلوقتي لما نتكلم بعدين في الموضوع ده. ماشي سلام. اعزل من هنا اول الشهر. اعزل ايه يا محبوب؟ حد سألك؟ ايه حامل؟ حامل ايه يا بنت المجنونه انت؟ حكك عليا يا عبد العزيز، مرت خالي لك. لا انا ماليش دعوه بالحوارات دي، مش فاضي انا الخلف وجع دماغ، اللي فاضي ده لازم ينزل، انت فاهمه ولا لا؟ اخ راسك، قطع لسانك. اوه مالكيش دعوه بالحوارات دي يا عم، الموضوع يخصني وانا اللي عندي قلت قولها يا اما قسما بالله. نزل ايدك يا واد وفوق، اخص عليك وعلى البطن اللي شالتك. في حد يقول لا لاراده ربنا؟ وبعدين هي جايباها في الحرام عشان تقول لها نزليه؟ ما هي متنيله متجوزه بقالها 7 سنين، اشمعنى انا كانت على حظ انا وبتخلف؟ ولا هي بتستعمل علينا؟ يمكن جوزها يا ابني هو اللي ما بيخلفش، وفي الصيد لما الخلفه بتتاخر بيتوموها في الصيد. خلاص يا ابو عزيز، انا اروح الحكيم وانزل، انا عارفه ان انا ما استاهلش اشيل منكم. اهدي بس، اهدى يا ابني بس، اهدى بالله. والله والله انا شايفاه في المنام، وان شاء الله ربنا هيرضيها بولد وهسميه عبد الرحيم ان شاء الله. ايه عبد العزيز، عايز تقهرني يا ابني قبل ما اموت؟ عايز اشوف ضلك يا ابني، حرام عليك يا عبد العزيز. لف الناحيه الثانيه، لف الناحيه الثانيه. انا فاتح عقد الثاني. مش انت بتطفي يا ابن العبلة؟ حاضر يا اسطى. خلي بالك من فلوسك يا جدعان، ولا حرام يا ابن اللذيذ ده يبعد قبل ما اسلمه وهعوره قبل ما اسلمه. كل واحد يحط ايده على مكان الفلوس بتاعته عشان الحرامي ما يعرفش مكان الفلوس فين. طب يا عم خلي الفرق مش هنتفرج احنا كمان. كله هيتفرج يا ابن عمي وهيشترك غصب عنده. هسه هديك التليفون ب 2000 جنيه يا اخي. ب 2000 جنيه التليفون المحمول ب 2000
والخط ب 1200 جنيه بالتقسيط المريح، بالتقسيط المريح. معاك فلوس هتاخد، ما معاكش برضه هتاخد. بتقول ايه؟ بالتقسيط هنكتب شيكات؟ مش هنكتب شيكات، لأول مرة في شارع عبد العزيز مفيش شيكات، بالتقسيط المريح. زيدان الدوري باشا وصل يا جدعان، كمل يا بطل. زيدان الدوري باشا، زيدان الدوري باشا. يا شبرو أنا شبرو زيدان الدوري قال شبرو. انا مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي. شارع عبد العزيز دور، شارع عبد العزيز دور. اللي بنى مصر كان في الاصل وبجل الشعب زيدان الدوري. زيدان الدوري، زيدان الدوري، زيدان الدوري باشا. اهو زيدان الدوري، اهو زيدان الدوري باشا، زيدان الدوري باشا، زيدان الدوري المحمول والنهارده وزيدان الدوري. يا تضرب خطه يا زيدان الدوري باشا وصل يا جدعان. المحمول بالتقسيط المريح، معاك فلوس هتاخد، ما معاكش برضه هتاخد. منور يا سيد المعلمين. معلمين ايه بقى؟ بقيت سيد المتفتتين. احنا بقينا عاملين زي اللي بيبيعوا الطربيش في الوقت اللي الناس كلها بتستعمل الجل وتكوا شعرها يا عم. قصدك على المحمول؟ شفت زيدان الدوري هو داخل عنده؟ اتصور راجل حتى ما قال الناس سلام عليكم يا اللي بتنجحوني في الانتخابات وراح داخل على طول. بقولك ايه يا شرش، ما تيجي نسيب موضوع الاجهزه المنزليه دي ونخش في المحمول. انا ابني ما اسمعش عن المحمول غير في الكفن. نخيب على اخر الزمن ولا ايه؟ انت عارف بقولك حته المحمول اللي قد كده تعمل لها 2000 جنيه واكتر، يعني قد غساله ولا ثلاجه من اللي احنا بنتاجر فيهم. ده غير الخط. ورغم كده الناس كلها دايره المحمول المحمول المحمول. مش فاهم انا عارف في ايه. الظهر راحت علينا يا اندي. لا انا عارف في ايه، والله ما انا فاهم راحت علينا ولا ما راحتش علينا. اراء عبد الحليم بقول لك محمول معاه بالعذاب يا قلبي. مش عارف. لا ده التاني محمول المليجي. والله العظيم يا باشا انا فخور بيك، يعني بجد فخور بيك. عشان كده بقى بما انك شرفتني وطولت رقبتي مش هسيبك تخرج من هنا الا باول عده تطلع من المحل بتاعي. يا عم زيزو انا قلت لك مش هعرف استخدم البتاع بتاعك ده. يا باشا مش هتعرف ايه ده، حتى عيب برضه. قول الو، قول الو، قول الو، قول الو. الو مين معايا؟ منيرة؟ ممكن تتكلم بره عادي، انا ممكن تمشي بره عادي. لا 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 انا مش في مكتبي هنا، انا عند عبد العزيز في شارع عبد العزيز. انا في المحل بتاع المحمول بتاعه اللي افتتحه جديد ده، الموبايلات دي. بالمناسبه انا بكلمك من واحد منه. بتقول ايه يا ست الكل؟ يا ست الكل لا، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. سيادتك تقدري تعتبريني اخوك الصغير؟ والله. لا ده الدوري بيلي افضل عليا بقى. لا ده كلام، ده كلام. على فكره الموبايل ده بتاع حضرتك، واحسبي لي بقى الاولاد عندك كام. يا ست الكل مالكيش دعوه بقى. ماشي اهو معاك اهو. ايوه يا منيره، شايفه يا ستي عبد العزيز وعمايله ايه؟ خلاص بقى لما اجي بعدين. طيب طيب مع السلامه. خلاص اعمل معاك ايه؟ خلاص بقى. وليد هات لي احلى ثلاث موبايلات عندك كده وحطهم لي في كيس. يا واد انت كده هتملى البيت موبايلات وانا هفضل بقى ادفع في فواتير وخلافه. يا باشا ما احنا انا عملت عايش لهم، ربنا يخليهم لك يا باشا ويخليك ليهم. تعيش 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 طول عمرك كبير وتفهم في الاصول. الله يبارك لك يا باشا، كله يعني من فضل سعادتك. وبعدين انا تلميذك وبتعلم على ايديك ولسه هتعلم على ايديك. تعيش يا زيزو تعيش، ان شاء الله اشوفك نمره واحد في السوق يا زيزو. هيحصل بتوجيهات معاليك سيادتك. اتفضل. لا مؤاخذه يا باشا، ايه ده يعني؟ انا مش وعدتك لما وليد يتخرج هتثبته في البنك؟ وليد اتخرج اهو بتقدير، وده جواب تعيين من وزير شخصيا. ربنا يخليك ليا يا فندم، والله ما عارف اقول لك ايه، والله انت رفعت رقبتي وشرفتني يا فندم. صدق بقى مش هتمشي بقى
غير بعدة كمان لمعالي الوزير. لا انت كده اتجننت. واحده كمان للي يخصوه. ايه رايك بقى؟ لا 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 يا سيدي مش هينفع كده خالص. والله ما راجعين. طيب يا سيدي انا حتى استاذن. انت عايز حاجه يا زيزو؟ لا ما انا يعني معلش هبقى اجي لك المكتب بقى. لا 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 قول 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 دلوقتي في ايه؟ بس انا محروق منك يعني مش قول بس في ايه؟ ابدا في واحد كده يخصني يعني راجل من رجاله اسمه ايه؟ اسمه اياد محمد ابو خالي هو يعني زي ما تقول كده حابسينه يعني في الامن عندنا امن الدوله. ليه عشان ايه؟ ملتزم يعني مربي دانه يعني ملتزم اه بيروح الجامعة وكده بس هو ملوش في حاجة والله. طيب هو له أي علاقة بجماعات متطرفة ولا الناس دول؟ يا باشا ده راجل متربي معانا أكل شارب نايم قدام عينينا وبقى بيشتغل معاهم الرجالة. طب خلاص ملوش يعني أنا هبعته لك النهاردة بالليل بس قول له بقى يحلق دانه عشان مش كل شوية يشدوه يعني. يا باشا اعتبره حلق سيادتك الموضوع انتهى. مبروك يا وليد إن شاء الله في يوم من الأيام أشوفك مدير البنك ده ها؟ ما كانش له يوم تعبك ده. سلام عليكم. والله يا باشا أنا زعلان آخر زعل. إيه زعلان ليه يا زين؟ أصلاً مؤاخذة يعني سيادتك قعدت كده من غير ما تاخد واجبك وبعدين كنا عايزين نعمل معاك الصح يعني. بقول لك إيه؟ هو شرشبي قنديل ما عدوش عليك لسه؟ لا عينيهم منملة الظهر. باشا أنا يعني عايزك توصيهم شوية عليا. الكلام ما يجيش كده يا زيزو خالص. أنتوا بقى تيجوا المكتب عندي نقعد قعدة ونتعشى ونتكلم كلمتين. ما ينفعش إن أنا أقعد أقول إنه الشارع ده أهم منطقة في اقتصاد البلد. وانتوا علاقتكم مش كويسه ببعض ها؟ مصر اولا يا باشا وربنا. سلام عليكم. اولا انا جاي معاك بس اوصلك. طيب اللي هو احنا امتى هنفرح كده ونقول لك مبروك يا عروسه؟ مش مبروك على ايه؟ انت فاهمه قصدي كويس بقى. دي امه هتموت ونفسها تسمع الخبر اللي هيزقطط قلبها من جوه كده. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح نكشف. وبعدين بقى انا ما احبش حد يدخل في حياتي كده. خلاص شوفي الفيلم وانت ساكت يا اختي. خلاص حمائيه. وبعدين هو انا اي حد؟ مش هزعل. انا عارفه انك بتحبيني وبتموتي فيا كمان. اوعي تكوني قلتي لعاصم حاجه. ما قلتلوش. امه اللي كل ما تشوف وشه تقعد ما هي ليها حق ومعذوره. ده ابنها الوحيد. وبعدين كل شويه تلاقي زبون داخل المحل وسحب في ايده ابنه تتنقط قلبها يولع نار يا اختي. انا عارفه ان الكلام ده بيضايقك وكلام النسوان ما بيقدمش لعلمك بس اهم حاجه تكوني مبسوطه. مش انتي مبسوطه؟ سيبك مني انا. انتي هتفضلي على ذمه اللي اسمه ايه؟ بهلول. ايوه بهلول. بهلول يا اختي. ما انا ابويا ساب رجاله البلد كلها واساميهم العسل ومد ايده كده وطلع لي ببهلول. انا عارفه انت بتفكري في ايه. قال له هو احنا امتى هنفرح كده ونقول لك مبروك يا عروسه؟ مبروك على ايه؟ انت فاهمه قصدي كويس بقى. دي امه هتموت ونفسها تسمع الخبر اللي هيزقطط قلبها من جوه كده. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح نكشف. وبعدين بقى انا ما احبش حد يدخل في حياتي كده. خلاص شوفي الفيلم وانت ساكت يا اختي. خلاص حمائيه. وبعدين هو انا اي حد؟ مش هزعل. انا عارفه انك بتحبيني وبتموتي فيا كمان. اوعي تكوني قلتي لعاصم حاجه. ما قلتلوش. امه اللي كل ما تشوف وشه تقعد ما هي ليها حق ومعذوره. ده ابنها الوحيد. وبعدين كل شويه تلاقي زبون داخل المحل وسحب في ايده ابنه تتنقط قلبها يولع نار يا اختي. انا عارفه ان الكلام ده بيضايقك وكلام النسوان ما بيقدمش لعلمك بس اهم حاجه تكوني مبسوطه. مش انتي مبسوطه؟ سيبك مني انا. انتي هتفضلي على ذمه اللي اسمه ايه؟ بهلول. ايوه بهلول. بهلول يا اختي. ما انا ابويا ساب رجاله البلد كلها واساميهم العسل ومد ايده كده وطلع لي ببهلول. انا عارفه انتي بتفكري في ايه. ما انت ذكيه وبتعرفي تقري الناس كويس. سيبيها على الله ونعم بالله. طب قولي لي خلاص. ايه خلاص دي يا اختي؟ ليه انا ورايا حاجه؟ ده انا فاضيه. هو اللي عمال يكبر في تجاره المحمول بتاعته دي وما بيفكرش في حاجه خالص غير انه ياخد بطاره من ابويا ومن الشارع كله بس. ورحمه ابوه ما انا سايباه. في ايه؟ ما تنسي بقى
وارمي ورا ظهرك بصي قدامك. ده العيشه في بيت وونس وفي حضنك راجل تسوى الدنيا يا هبله. يا اختي بصي لي وخديني عبره بعد الشر عنك يعني. طب والله العظيم والله العظيم ان انا كنت بس غير حلفان بنقولنا اكل عشان انا جعان. ثواني والاكل يكون جاهز. شفتي معلش شغله برضو صعب. الضابط برضو الناس بتخاف منه ولازم تحترمه، ولازما مرات الضابط تحترمه هي كمان وتعمل حساب له شغله. خلاص بصي ما تاخديش في بالك، هو تلاقيه لسه راجع من عند امه وامه، انت فاهمه بقى كلمته في الموضوع اياه، فانت طنشي دخلي من هنا وخرجي من ناحيه الرومه. ايوه خلاص تعالي معايا بقى نسخن وناكل سوا. نسخن هنا لازم انزل. خش انت شوفيه يلا. استلمت جواب التعيين يا معلم؟ الف مبروك، انا فرحان وربنا فرحان يا وليد. الله يبارك فيك وربنا يخليك ليا يا رب. بس انت عارف بقى انا كان نفسي ايه في اللحظه دي؟ ايه؟ كان نفسي الحاج الله يرحمه يبقى في وسطينا عشان يشوف احنا عملنا ايه ووصلنا وبقينا ايه. بس اكيد برضو هو شايف وعارف كل حاجه، مش كده ولا ايه؟ عندك حق الله يرحمه. بس انا بقى بصراحه زعلان. زعلان ليه يا عم؟ وده وقت زعل؟ الله. ايوه يا زيزو بصراحه كان نفسي طريقه التعيين بتاعتي ما تبقاش بالشكل ده. مالها يا اخويا طريقه التعيين بتاعتك؟ مالها ايه يا زيزو؟ كلها واسطه ومحسوبيه، مش انا كده ممكن اكون خدت مكان واحد تاني برضو؟ بقول لك ايه يا وليد، انت راجل تعبت عملت مجهود وذاكرت ونجحت وطلعت الاول، خلاص يبقى حقك، ما تقعدش تقول لي خدت مجهود وما خدتش مجهود. ما هو انا برضو يا زيزو عشان انا راجل تعبت وذاكرت وطلعت الاول ما كانش ينفع ان انا اخد مكان حد تاني. يا سيدي لما تبقى مدير قد الدنيا يبقى مشيها بدماغك. الله ماشي، بس اعمل حسابك بقى لما هبقى مدير قد الدنيا اول حاجه هعملها هقطع علاقتي بالدوري باشا. يا عم اقطع علاقتك بيا بس شوفك مدير يا رب. خد انت راجل خلاص هتبقى محاسب قد الدنيا في بنك محترم، عايزك تروح تشتري كام طقم حلوين كده تدلع بيهم نفسك. يلا توكل على الله. ايه ده كله يا زيزو؟ بس ده كتير قوي يا عم. روح بقى. اروح ايه بس؟ انت طول عمرك ما غرقني بجمايلك كده يا زيزو. بس اعمل حسابك اول ما هقبض هرجعهم لك على داير مليم. يا عم انت لاقي تاكل؟ توكل على الله. كام دول؟ 200 جنيه ماشي؟ انت كده ليك 150. سلام. ربنا يحميك ويخليك ليا يا رب. شفت اللي حصل النهارده؟ رشا زميلتي في الصيدليه هتتخطب الاسبوع الجاي، فقالت لي بقى انا هسيب الشغل. قلت لها بقول لك ايه، مش هتمشي من هنا قبل ما تجيب حد يقف مكانك، انا مش هينفع اعمل شيفتين. شفت انا بحبك ازاي؟ مالك يا عصام؟ مفيش، شويه مشاكل في الشغل كده عرفان شوية. ممكن بقى تفصل ما بين الشغل وما بين البيت؟ هي الصراحة مش مشكلة شغل وبس، مش عارف أخلص من زنة أبويا وأمي في حكاية الخلفة دي، أنت فاهمة؟ الموضوع ده بإيد ربنا. نعم بالله ما قلتش حاجة يعني، بس نروح دكتور نكشف. حاضر. الموضوع ده ليه علاقة بإنك مش عايزة تخلفي مني يا لبنى؟ أنا ما كنتش عايزة أخلف منك ما كنتش اتجوزتك أساسا. طيب تسلم إيدي، هقوم أنا بقى أعمل كوبايتين شاي كده وأنتي بحصيني عارفة. هلبس السفرة واجي لك على طول. اديني سبتكم المرة اللي فاتت تصفوا حساباتكم بالطريقة العبيطة اللي انتوا عملتوها دي. بس أنا يا جماعة مضطر أفكركم بحاجة، أنا مش بس عضو مجلس ولا نايب في الدايرة، لأ أنا راجل في الحزب ودي حاجة كبيرة، وأنا مش أي راجل، أنا قريب جدا من الدايرة الصغيرة اللي فيها الناس الكبيرة. يعني لو مش قادرين تستوعبوا أنا ممكن أشرحها لكم بالمفتشر.
اللي يلزمه يتنفي بسبب طولة لسانه وكتر مشاكله بننفيه. في المقابل بقى اللي بيفهم النظام ويلين ويوطي عشان الريح تعدي بنقدره، بنسلكه وبنسلك الناس اللي معاه. اسألوا عبد العزيز بيه، راجل فاهم في الواجب وفاهم في وصول اللعبة لوحده. بصراحة ربنا يا باشا بما يرضي الله، كلامك اتقل بالدهب واتصان. واحنا كنا قصرنا في ايه بس يا باشا؟ ما هو انا في كل اجتماع في الحزب لما بتكلم عن شارع عبد العزيز كاني بتكلم عن بيتي، بحاجي على الكبير والصغير وحايش عنكم بلاوي سودا، بلاوي بلاوي يعني. بلاوي ايه بس يا باشا؟ ما شارع عبد العزيز ماشي زي الفل بنفس سعادتك. لا ده من وجهة نظركم الضيقة بس. انا هقول لك على حاجة، يعني من اسبوعين كان في اجتماع في الحزب، كل اعضاء الهيئة كانوا حاضرين والبرنس كمان كان موجود. والله يا باشا الناس دي بتتعب قوي عشان البلد، كفايه ان احنا بقالنا سنين ما دخلناش حروب وادينا عايشين وبترزق. سامعين كلام الراجل اللي بيفهم؟ الشارع رجاله مليان مخالفات، بايعين بضائع مضروبه وعيال سريحه وتقليد، ومحلات زي محلاتكم دي بتالف في بضاعه ملهاش اي مله، وكل ده طبعا بيعدي من تحت الجمارك والضرايب، وكله بيحوش ويكوش ويحط في جيبه. اللي ما في واحد فاتح حساب في البنك عشان نعرف على الاقل بيكسب كام وعليه كام، باستثناء طبعا عبد العزيز بيه. انت عارف يا عبد العزيز بيه انه ده بيضيع الدوله فلوس بالمليارات، وانه ده انطرح في الاجتماع الاسبوع اللي فات كانوا ناويين يجردوا الدايره كلها ويمشوها قانوني وشرعي، بس انا ما سكتش. انا قلت لهم في النهايه الغلابه دي مكسبهم من شاياهم، والمواطن لما بيكسب ويربي قرش وبيكبر ما هو برضه مواطن مصري. اه والله يا باشا مصريين. اسره احنا اتصالحنا، هنقوم نسلم على بعض بقلوب صافية، وعايزكم توقفوا معايا كلكم في الانتخابات اللي جاية عشان المسائل تفضل سالكة زي ما هي، والغلابة ادينا سايبينهم ياكلوا عيش ومراعينهم. بس انا يا باشا قبل ما امد ايدي بالسلام هعرض عليهم مصلحة تبين حسن نيتي ومحبتهم اللي لسه في قلبي. عايز تقول ايه يا عبد العزيز بيتكلم؟ هناخد باترينا صغيرة كده مترين في متر في محل المعلم شرشاب، ايه؟ واختها في محل المعلم قنديل، ونفرشها محمود، وهدفع أرضية 1000 جنيه. يلا. لا 1000 جنيه شوية، خليهم 1500 جنيه. إيه رأيكم يا رجالة؟ 1500 جنيه. اصبر بس يا باشا، أنا هرسيهم على المصلحة. صلوا بينا على النبي. الله يسلمك. اللي أقوله شرط. آخر نور. والرزق يحب إيه؟ الخفية. إن كنتوا إخوات. اتحاسبوا. خلاص، لما نفرش المحمول اللي ما بيشتري بيتفرج، والمصلحة واحدة. اللي مش هيشتري محمول ومش هيتوفق يعدي يشتري الأجهزة، يبقى كده عداني العيب ولا لا يا باشا؟ طبعًا. مش بقول لكم مخلوق عشان يكبر يا بنت؟ اسمع الكلام بقى، ده انت اتبدت طول عمرها بتعجبني. هو الراجل كده اول ما يسمع خبر الحمل مليون عفريت بيركبوه. مش للدرجه دي ما تخلي، ده اكني قتلت له كتير. يا بنت عبيطه، هم حبتين في الاول كده، بس بعد كده بقى في الدخله والخارجه هيطمن عليكي ويحط ودنه على بطنك عشان يسمع صوت ابنه. حتى ميدا ده داخل طالع ما بيكلمنيش، حتى الوكل مش راضي ياكل اللقمه من يدي. والله ما كان قصدي ازعله، والله انا ما يرتنيش زعله. عاد بذمتك يا بنت، ما نفسكيش تجيبي منه عيل عشان يملى عليكوا البيت قبل ما اموت؟ ربنا يطول في عمرك يا مرت خالي. ليه بتقولي كده؟ لو عليا تتكلي عين من عينيا وتجيب منه 10 عيال كمان، بس يكون لادد عليه ومبسوط مش غصب عنه. يا بنت ما انا قلتلك الرجاله بيشيلوا هم الخلفه، زي ما يكون العيل هينزل من بطن امه ويمسك في رقبته ويقول له هات. بس والله اول ما بيسمعوا صوت العيل بيقول واء الدنيا ما بتبقاش سايعاه. والله انا خايفه وجلجانه قوي، الخايفه المتاخره كده بتبقى صعبه وخطره قوي. ان شاء الله هتجيبيه، ان شاء الله هتجيبيه وهتسعدي بيه. بالك يا بنتي اشكان، انا اول ما اتجوزت عبد الرحيم الله يرحمه اللي كان هربان من البلد زي ما انت عارفه، كان شايل هم الدنيا على دماغه، كان بيشتغل بدراعه، كنا بناكل طقه وطقتين من جوه. بس اول ما قلت له ان انا حامل الدنيا قامت زي زعابيب هنشيله وحياتك. بس اول عبد العزيز ما شرف ونور البيت كان ادم وسعد، وربنا رجع علينا من واسع. مساء الخير يا عمر. مساء النور. ايه مفيش مساء النور لمراتك؟ تعالى يا شجان. عايز شويه وتعالي حوشي عندي. عبد العزيز، عبد العزيز،
شوف يا جيجان، انا عايز اقول لك على حاجه. كل شيء حاجه، انا عملت حاجه من وراك ومن ورا مرت خالي عايزه اقول لك عليها. انا رحت المستشفى اللي كشفت فيها اول مره وطلبت من الحكيم انه ينزل اللي في بطني. لما عارف اني كبيره في السن وما خلفتش قبل سابق قال لي ان هيبقى في خطوره على حياتي لو نزلته دلوقتي، هيحصل نزيف. لكن لو لساك زعلان انا هنزل وان شاء الله اموت، ولا تخصب نفسك عليا ولا على ولادك مني. تعالي يا شيخ. استغفر الله العظيم يا رب. حقك عليا يا شيخ، انا بجد مش عارف مالي. اقول لك مالك؟ هي غلطتي انا اللي سبتكت روحي اني مرتك صح، بس والله ما كان قصدي، وكتاب الله ما كان موضوع الخلفتي على بالي. وانت عارف جربت 7 سنين وما خلفتش. عندنا في البلد ما اقدرش افتح خشمي ولا احكي في الحاجات دي، وقلت ربنا خلقني كده وارتاح بكسبتي ونصيبي. بس ما تخافش. خلاص بقى يا جيجان، خلاص ما تتعبيش نفسك، تعبي قلبي معاكي. سكت عليك النبي، نفسي اسمع كلمتي يا امي. بعد ما ولدت هرجع البلد، هرجع البلد دلوقتي لو عايز، واسيبك تتجوز جوازه مليحه ولا حتى يعايرك اللي خلفت من وحده جهلزه. بس ما تزعلش، ما عرفاش اعيش من يوم عزلتني. انا بحكي وجهك حبا على نفسك. اوعي تعملي كده ابدا، انت فاهمه؟ سلام مني، ما اقدر ازعل منك يا شيماء. هو مين اللي جاب لي حقي في السوق؟ مش انت؟ مين اللي كان هيضحي عشاني ويموت فدايا؟ مش انتي؟ انتي احسن ست في الدنيا. اللي زيك واحده تموت نفسها عشانها 1000 مرة. الله يخرب عقلك، عليك حنيه وطيبه قلبي يدوب الحجر. مش عارف طلعت لي يلا ما خسرنيش. ده اللي زيك واحدة تموت نفسها عشانه 1000 مرة. بعد كده خدونا وغمونا ولمونا ومعنا مش عارفين احنا رحنا فين. محدش عارف هو مع مين ولا ايه اللي بيحصل، والايام كلها شبه بعض، بنتسقي وبنضرب وبنتهان. اتهمت قوي يا صاحبي، اتهمت مع السوابق والمجرمين بتوع الترحيلات. يعني يا راجل، يعني انت قلبها دراما المره دي كده ليه؟ مالكش حق بقى انت ايه؟ انت طول عمرك مقضيها معتقلات من هنا لهنا، اشمعنى المره دي يعني؟ كله للمره دي يا زيزو، كله للمره دي. القضيه كانت كبيره ولها مؤلفات من كل طائفه. انت لو وصيتها عليا كان زماني دلوقتي هقعد لي ولا 5 سنين جايين، او كنت ممكن البس قضيه واخد فيها حق. يا عم فضل الله ولا فالك بتقولي، بس استغفر الله العظيم. انا عملت الواجب يا اياد، ودي اقل حاجه اعملها معاك. بس انا معلش يعني، ليا كده طلب يا ريت ما تعصلكش معايا فيه. هحلقها واهدى الله هحلقها. لا انا مش عايز اجبرك على حاجه يا صاحبي، انا عايزك يعني تدورها في دماغك وبراحتك، ليك مطلق الحريه. مفيش فيها تدوير يا صاحبي، انا شفت هناك اشكال ما انزل الله بها من سلطان.
اشكال ما شفتش لا قبلها ولا بعدها. ناس نفسها تولع في البلد بحريق. ناس ملهاش في التفاهم مكان. ناس لو انت مش معاهم تبقى خارج من المله. انا ممكن اعبد ربنا بس من غير حرق وضرب ودقن وجلبيه. فين التسامح؟ فين الوسطيه؟ وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صلى على النبي ايات ده. يلا قوم كده روح استحمى وانا ابعت لك الواد بكره واخليه يوصلك. معلش عشان وليد مش هنا مش عارف اسيب المحل يعني. وانا بالليل بامر الله هاجي لك الصومعه بتاعتك. ماليش نفس. انا هطلع اتشطف واغير هدومي. انا هنزل لك واحد تاني خالص يا زيزو. يا راجل ماليش نفس ايه هو بمزاجك؟ يا بكر يا يا زيف. ايوه يا اسطى بشوف انت بقى. طيب عايزك تاخد اياد تطلع معاه توصله لحد الصومعه وتجيب له شويه سندوتشات كده يعني. هات له سندوتشات جبنه رومي وكبده وسجق وجبنه لانشون. هات له لانشون وقشطه بالمربى وشويه يعني عصاير كده وحاجه ساقعه. تمام يا اسطى. عندك صابون ولا اجيب لك؟ يا ابني صابون ايه؟ خليك بقى هنا. انت مالك انت؟ بقول لك اللي اقول لك ايه تنفذه. حاضر يا اسطى. طب بقول لك ايه لابوك ده اجيب حاجه معاه؟ عايز ايه؟ اجيب لي توب لابس. انا عمري قلت لك لا؟ ايه وبدي زيتون. امشي يلا يا عم اياد. تسلم يا زيزو. تسلم. طب انت مش قادر تصرف طولك كده؟ ظروفك واحده خضراء؟ في هذا مفيش يا معلم. انا قلت لك ان المعلم زيزو قال لنا مفيش حاجه اسمها المعلم زيزو. ما عندناش. هو اللي مفيش يا معلم؟ بقول لك المعلم زيزو قال لنا ان هو متفق معاك. قلت مش متفق ومفيش حاجه. خد عربيه البليله بتاعتك ودي واتكل على الله. يلا يا ابني عشان معرض الناس تدخل وتخرج فيه. ده كسكسي يا معلم. يلا هتمشي. مالك مزعبب كده ليه على الصبح؟ انت ايه اللي منزلك ده؟ اطلعي فوق يلا. يا سلم. طب انا نازله اشتري شويه حاجات. حاجات ايه يا بنت؟ قلت لك اطلعي فوق. مرات اخويا طالبه مني حاجات اجيبها لها. ما اروحش. بتنزل هي تجيب؟ الله ايه على رجلينا؟ مش الحنه؟ لا الحنه راحت اول يوم الصباحيه. ما انا اللي عاملاها لها. هتمك. يلا يا بنت امشي يا بنت. يا ما طالبه مني حاجات. هي تنزل تجيب حاجات. هي دكتوره دي اخرها ترامايسين جلوكوز ماكرو كروم. قلت اطلعي يبقى تطلعي. الواد ابنك نفسه في فراخ شامور وانا اللي هروح اجيبها له. ولو هي راحت تجيبها هتجيبها مقدده. مقدده؟ سلام عليكم يا حاج الشهشاوي. طيب خير؟ مش عايز تدخل ليه الباترينه بتاعت الموبايل؟ علشان ما تزفرش البضاعه بتاعتك. ما احنا متفقين قدام الدوري بيه مع بعضنا. ايه اللي حصل؟ رجعت في كلامي. عندك مانع؟ انا عيل يا سيدي مش مدخل المحمول بتاعك. طب وليه بس كده يابا؟ ما تصلوا على النبي وتبقوا اصحاب. يلا يا ابني اتكل على الله. مفيش لا محمول ولا بتاع. ماشي يا معلم. باب رزق ولقمه عيش كنا عايزين نتقاسم فيه. لا. انت حر. شكرا. طب استنى بس يا معلم زيزو. طب خليني اروح اتفرج على المحمول. مفيش محمول الا الكفن يا روح امك. اسمع يا بنت اللي بقول لك عليه وابعد عني. يلا عطية. انت زفت عطية. نعم يا حاج. بقول لك ايه؟ امرني حاج. عايزك تمشي ورا الرئيس عزيز ده تعرف لي منه بالظبط بيجيبوا المحمول منين؟ بيبيعوه اجل ولا تقسيط؟ الكارت بتاعه ده اللي بيقولوا عليها الشريحة بكام وبتيجي منين؟ عايز جميع التفاصيل واحدة واحدة. فاهم؟ حاضر يا حاج. ولونها يعني مش ولونها ايه يا اخويا؟ كبرت على دي ولا ايه؟ خلاص نظرك نكشف ما عدتش بتشوف؟ لا يا حاج. حاضر. ما تقول لي يا عم انا اعمل لك ماشي اعتزال. يا حاج حاضر. بس اروح اجيب عدية الشغل كده عشان اعرف برضه اراقبه بعد اذنك. بعد اذني؟ عشان برضه عدية الشغل. طيب يا اخويا تأمرني بشيء تاني يا حاج؟ لا. ورايا حمامة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه السلام. كده معاك 1500. معاك كام؟ 1500. معاك كام؟ 1500. تمام. عايز تعد؟ عد. 100 يا راجل. عد وراك ده. ده يبقى شكل زباله خالص. يا عم خلص يا عم. يا عم يا عم
يا عم البتاعة دي اخفي 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 محر محروق 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 انا محروق مش الحيطة. والله محروق والله محروق عزيز اتحرقت حرقة من هيلة وستينية. معلش المؤمن دايما منصاب. طب انا كمؤمن بقى منصاب زي ما انت قلت يعني خلاص كده ولا افضل منصاب 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 على طول؟ ما انا مظبطك اهو مديلك فترنتين ب 1500 جنيه عايز ايه تاني بقى؟ يعني واحدة عليها واحدة. عرض مخصوص زي بتاعنا فاكره؟ بس عارف ان انا زعلان منك؟ من انا؟ زعلان منك جدا. انا؟ اقول لك ليه بقى؟ انا كنت راسم لك خط تمشي فيه. انت بقى مشيت عكس الاتجاه. يعني ده وحش ولا حلو ده؟ لا طبعا وحش. انت بتسوق عربية مشيت عكس الاتجاه مخالف على طول. بس يعني مؤاخذة يعني لو كل الناس في الدنيا ماشية عكسي. وفي واحد ماشي في الاتجاه المظبوط هيتفرم. مش كده ولا لا؟ بالظبط كده. اهم حاجه تلميذك فلح ولا لا؟ ايه ده فلح ايه ده فل الفل. بس انت بقى اثبتت لي ان الارض بتلف. مش هما بيقولوا الارض كرويه؟ الارض مالها كرويه مقلبيه. هي لفت معاك. ايوه او انت بقى اثبتت لي ان هي بتلف. اصل اللي ينفع زمان ما ينفعش دلوقتي. يعني مثلا زمان كان التربوش الحنطور الملايه اللف خلاص خلص الكلام. هتدخلني في الفوازير تاني ولا ايه؟ اصل المعلم اديل قال معلومه اللي ينفع زمان ما ينفعش دلوقتي. بيني وبينك ما تزعلش يا معلم زيزو، معلم قنديل حبيبنا وبيحبك وبينخشك و حبيبي يا معلم زيزو. انت قاعد هنا ليه؟ انا بيني وبينك حسيت ان انا يعني انت قاعد هنا ليه؟ ليه انت قاعد هنا؟ يعني ليه حشري؟ انت مالك يعني؟ حسيت ان انت مش فاهم حاجه فقلت اقعد افهم معاك على اساس المعلم قنديل. مش فاهم حاجه انا في السن؟ انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ سايب الشغل والرص وبتعمل ايه؟ انت حشري ليه؟ امنت على البضاعه؟ امنت عليها معاك. معاك كام حته؟ يوصلوا يوصلوا؟ يوصلوا بالسلامه يا اخويا. يوصلوا بالسلامه يا حبيبي. هقول لك تقول لي رقم. 75. 75؟ 75. 75؟ اه. طب لو طلع اكتر من 75 على الحرام اخصمهم منك. لو عده واحده اخصمها منك. شوف شغل. حاضر حاضر يا معلم. حاضر يا معلم. استغفر الله العظيم. ايش 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 في ايه في ايه في ايه في ايه؟ انت مالك في ايه؟ لا انا تمام بجد. تمام والله. اتخضيت عليك. لا 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 انت اللي شكلك زهقان. بقول لك ايه؟ ما تيجي نطلع في اي حته بره كده في الهواء على بال ما الناس دي تخلص. لا لا بس انا عايزك. عايزني انا؟ انا معاك اهو. زعلان منك. انت زعلان مني انا؟ طبعا. ليه؟ شرشابي يديك بضاعه عشان تحرقها وياكلك الطعم. وبعدين انا بيني وبين نفسي قلت ايه ده؟ معقول زيزو بغبي بالشكل ده وخليت كل رجاله الشارع زعلوا منك؟ وانت عملت ايه؟ ايه؟ انت عملت فيا انا ايه؟ ايه ده انت عملت فيا انا ايه؟ انت عملت ايه؟ يعني شرشابي اداني بضاعه عشان احرق. انت بقى عملت ايه؟ انا ايه عملت هقول إيه؟ لك عملت ايه؟ عملت ايه؟ بعت انت كمان بضاعه عشان اروح للنار برجليا. صح. بس يعني بسم الله ما شاء الله طلعت منها اهو. الحمد لله. انا بصراحه ربنا مش هنكر العمله اللي انا عملتها دي واطيه، بس انا بقى خلاص قررت ان انا اجيب اخري مع شارع عبد العزيز وابدا من جديد. واديني الحمد لله رب العالمين بدات اهو بتجاره جديده وفتحت مصلحه تانيه جنب القديم. طب بقول لك ايه؟ تشغلني معاك في المحمول؟ نعم. شغلك معايا في ايه؟ محمول. ايه مالك 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 ها؟ معلم انا يعني لمؤاخذه يعني انا عارف انك اخوك الصغير ومش هتزعل يعني. لا سامحني يعني. لا هو انت يعني ما بتتكسفش؟ استغفر الله العظيم. لا لا صحيح. ايه ده؟ ما بتتكسفش انت؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ لا ما اصل انت يعني لو فاهم ها. كنت هتسكت. ها. ولو مش فاهم ها.
كنت هتقول كلام غير ده يعني. يعني انت لا فاهم ولا مش فاهم تبقى ما بتتكسفش. معلش يعني سامحني. وبعدين مؤاخذه انت لولا راجل تعبان كنت كلمت معاك كلام تاني. راجل تعبان ازاي؟ في حالك يعني. راجل تعبان ازاي يعني؟ يعني ازاي راجل يعني تعبان؟ ما تشوفش نفسك ازاي؟ انت عينيك رايحه خالص مغربه. وانت كل ما تشوف التيشيرت الاصفر ده تقعد تقول لي راجل تعبان وانا قاعد في القصر العيني. انا دكتور يا معلم بقول لك عينيك مغربه. ما هي مره مش عارف ايه ومره ايه وسكر و الله يا عم انا خايف عليك. الله يا عم بقى. انت اخر مره عملت اشعه مقطعيه امتى؟ مقطعيه مين دي؟ اللي هي مين اللي مقطعيه دي؟ معرفهاش انا. انت عمرك ما عملت اشعه مقطعيه؟ يعني ايه مقطعيه اصلا؟ يا نهار اسود. ايه؟ انت ابوك مات ازاي؟ ايه؟ ابوك مات ازاي؟ مشلول. يمين ولا شمال؟ لا جاب شمال. ايه؟ غلط؟ شبرو. معلم زيزو. معلش يا شبرو عايزك تكلم النهارده دكتور وصفي. دكتور وصفي؟ دكتور وصفي. يا عم ركز معايا، الراجل تعبان هيروح فيها. كلم الدكتور وصفي قول له انا من طرف زيزو بتاع شارع عبد العزيز، واحجز لي ميعاد على بعد بكره خليه يفتح اوضه الاشعاعات المقطعيه. الدكتور وصفي بتاعنا. الدكتور وصفي خد لي ميعاد منه ضروري عشان المعلم تعبان قوي، تعبان قوي. ايه ده؟ على بعد بكره ان شاء الله اعد عليك يا معلم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه وصفي ده؟ بس احنا بعتنا له ثلاثة قبل كده ولا اله الا الله. ثلاثة قبل كده لا اله الا الله ازاي يعني؟ لا اله الا الله. اللي هو ايه لا اله الا الله؟ ماتوا؟ لا اله الا الله. وفي ايه؟ لا 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 ايه؟ لا لا ما ينفعش. ايه هو اللي ما ينفعش؟ لا ده محل اكل عيش، بعدين احنا هنا مفضوحين الناس تشوفنا. بتتكلمي في ايه؟ اطلعي. طيب اطلعي سناء. هعمل نفسي بشتري حاجه وانت قول لي. بقى 2500 عشان خاطرك. انت هتستعبط يا واد. كل وحشتيني بحبك يا ست. امشي من هنا بقى، ما ينفعش كده. بقول لك ايه، وحياه امك لحد لي كمان ساعه ساعه ونص بالكتير في الخن. انت عارفني مجنونه ولاسعه واعمل اي حاجه تقابلني في وش. انت ايه معايا ولا مع الاسف؟ اتلهي بقى. اطلع كده شويه. لا عايز هتيجي. هتيجي يا ستي؟ هاجي. اقفل المحل وتعالى يا ستي. مش وقته دلوقتي، مفيش حد يقف مكاني. خلاص اقفله. مضغوري بقى يا سناء. وليد. السلام عليكم. يلا وليد. اخوك اصله من الصبح واقف على رجليه في الشغل، ولما اتهدى حيله وبعدين جاله تليفون مهم قوي واضطر ان هو ياجله ربع ساعه علشان ما فيش حد يقف بداله. فما يلا انت بقى يا وليد. ما تتاخرش هستناك. ايه ايه يا عم بتبص لي كده ليه؟ لا 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 انا مش عايزك تتكسف مني خالص، انا مهما كان برضه اخوك الصغير. يا راجل يلا زيزو. مالكش دعوه بالكلام ده وركز معايا. اخرب بيتك. قول لي بقى، وردت الفلوس ولا لسه؟ وردت الفلوس؟ لا انا اتاخرت النهارده على البنك مخصوص عشان اروح اورد الفلوس دي، وسلمت صور البطايق وعقود الخطوط وجبت المخلصات كمان. بس مش قادر اقول لك بقى يا زيزو، لو رحت الشركة وشفت منظر الناس تحس ان كل مصر هتشيل المحمول ده. يا سيدي ربك يكترهم، احنا شعب يموت في التكنولوجيا. قول لي انت بقى، مبسوط في البنك؟ مبسوط؟ ايه اللي مبسوط؟ طبعا مبسوط. هو في خريج تجارة يتعين في بنك ويبقى مش مبسوط برضه؟ هو اي نعم الشغل كتير وفي ضغط شغل بالهبل، لكن الحمد لله ما تحرمش منك يا زيزو. بصراحة انا مش عارف يعني هرد لك كل الفلوس اللي انا خدتها منك دي ازاي. انت عبيط ياض. سيبك من الكلام ده، انا حطيت باترينا في محل المعلم قنديل ووقفت الواد شبرو عليه. شبرو تاني يا زيزو؟ يا زيزو العالم دي يا سيدي بقول لك مؤقتا، وبعدين انا موديه صورات امانه ب 25 عده والخطوط. عايز ايه تاني بقى؟ ماشي، بس ورحمه ابوك يا شيخ يبقى مؤقتا. بس خلي بالك انا موديه على صورات امانه ومفهمه يعني ان البضاعه دي بالاجل عشان ما يزعلش، واوعى تحسسه بحاجه. بالحق مش اياد خرج من المعتقل. يا الف حمد لله على سلامته، يعني من رد سجون لرد معتقلات يا قلبي لا تحزن. لا لا يا ليدو الا اياد. اياد ده حته الماس حر، محدش عارف قيمتها غيري. مفيش زيه في امانته ولا في اخلاصه. اصبروا عليه بس شويه كده وهو يروق ويعقل وهيبقى احسن مني ومنك. اتوكل انا على الله.
ليه؟ هي ربع ساعة خلصت ولا ايه زيزو؟ مالك يا هتشتغلني ولا ايه؟ ما تحل عني بقى. طب انا ممكن اقول لك حاجة هتاخد بالظبط دقيقة وتلت؟ دقيقتين وتلت. الكمبيوترات اللي عندنا في البنك امكانياتها عالية جدا. هي اي نعم يعني سعرها عالي حبتين، بس انا بفكر ان انا اجيب واحد لانه هيفيدني جدا جدا في شغلي. يكون عندك واحد من بكره مهما كان ثمنه، ماشي؟ ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا اخويا. تعرف لو الحاج عبد الرحيم فضل الله يرحمه كان لسه عايش وسطينا دلوقتي، ما افتكرش ان هو كان هيعمل اكتر من اللي انت بتعمله معايا. ربنا يخليك ليا. وليد انت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، مش بس اخويا يعني، اعتبرك زي ابني. تعرف لو رحت يعني انت واتجوزت وانا اتمنى لك كل خير، حاسس اني هتضايق، حاسس اني هغير يعني من اللي هتاخدك. ربنا يخليك ليا. نفسك يا رحابك انت وهو. انا بقى هعرفك ازاي؟ ما تردش. السلام عليكم. اهلا يا فندم. ايه الحكايه يا حضره الظابط؟ صوتك جاي من اخر الشارع، واضح ان العيال دي منرفزينك على الاخر. اعترفوا يا باشا. خدوا بره. الجار قدامي انت هو بدل ما لطش فيه. رمضان! تمام يا فندم. غير تلطيش. تمام يا فندم. اتفضل يا فندم. يا باشا دي عيال بلطجية ولا لازم اتعامل معاهم بالشكل ده؟ اقعد يا حضرة النقيب. انت متجوز مش كده؟ وايه علاقة ده بشغلنا يا فندم؟ يا ترى خلفت ولا لسه؟ يبقى جبته لنفسك يا رحابك انت وهو. انا بقى هعرفك ازاي؟ ما تردش. السلام عليكم. ايه الحكايه يا حضره الظابط؟ صوتك جاي من اخر الشارع، واضح ان العيال دي منرفزينك على الاخر. اعترفوا يا باشا. خدوا بره. الجار قدامي انت هو بدل ما لطش فيه. رمضان! تمام يا فندم. غير تلطيش. تمام يا فندم. اتفضل يا فندم. يا باشا دي عيال بلطجية ولا لازم اتعامل معاهم بالشكل ده؟ اقعد يا حضرة النقيب. انت متجوز مش كده؟ وايه علاقة ده بشغلنا يا فندم؟ يا ترى خلفت ولا لسه؟ انا مش فاهم سعادتك تقصد ايه؟ انا اصلا قريت قبل كده عن علاقة العنف والتوتر العصبي بالحالة الانجابية للراجل. انا متأكد انك لما بتروح بيتك تتعامل مع اسرتك ومع المدام بتاعتك بنفس العنف اللي بتتعامل بيه هنا في الشغل. يا فندم سعادتك كده تتدخل في حياتي وده ما ينفعش. اسمع وانت ساكت يا حضرة الضابط. واضح انك انت فاهم شغلك بطريقة خطأ، تتعامل مع الناس غلط. وانا قبل ما ارفع تقرير عن ادائك المهني بصفتي رئيسك للوزارة، حبيت ان انا اقعد معاك واتكلم معاك بصورة ودية. احنا هنا يا حضرة الضابط ما احناش في إدارة مكافحة المخدرات، بنتعامل مع مهربين وبلطجية. احنا هنا في اسم بوليس، بنتعامل مع ناس مدنيين ممكن يكونوا قرايبك وقرايبي، ناس عاديين 90% منهم بيكونوا مظلومين جايين يستنجدوا بيا وبيك عشان نرجع لهم حقوقهم. ما ينفعش بقى ان احنا نقعد نلطش فيهم ها ونزعق لهم على الفاضي والمليان. يا فندم دول حبتين انا بعملهم كده عشان انجز. والحبتين دول يدوك الحق انك تلطش في الخلق؟ ها انا عايز اسالك، احنا اي ضابط مننا لما بيتقاعد او بيتصاب بيشتغل ايه؟ اشتغل محامي. تمام، لاننا في الاساس
رجال قانون، وانت جواك كده شوية افكار مقتنع بيهم ان هم صح، وانا بقولك ان ده غلط وهيضرك في بداية مشوارك، وانت اللي هتدفع التمن. ده انت راجل من عصبيتك ما اديتليش التحية وانا داخل. انا اسف يا فندم. اقعد يا عاصم، انا مش بتمنظر عليك ولا عايز اقدرك، لكن اللي انت بتعمله ده غلط، وخد بالك انت اللي هتدفع التمن، جسمك هيتصاب بكل الامراض. اوعدك يا فندم ان افكر في الكلام ده، وانا متاكد انك ظابط كفء وانك هتطبق القانون من النهارده كراجل قانون مش كشرطي متسلط. فهمت سعادتك. شوف يا عاصم، اسهل حاجه ان احنا نقدر نعذب الناس لغايه ما يعترفوا، والاعتراف سيد الادله زي ما انت عارف، لكن الضابط الشاطر هو اللي يقدم المحضر بتاعه للنيابه مستوفي للشروط القانونيه. تشرب ينسون معايا؟ تعال نشرب ينسون عشان تهدي اعصابك، ونبعت نجيب الناس دي نستجوبها بهداوه بالقانون اللي تشوفه سعادتك. ليلة سودة يا بنت المجنونة، عايزة تخلفي ازاي يا بنتي واحنا في الوضع ده؟ طب اعمليها بس كده وانا ادفنك هنا في قلب الشقة. خلاص يا راجل يا شملول اتجوزني. الله، امال احنا متنايلين بنعمل ايه؟ ما نعمل لك ايه يا زيزو، حموت واخلف قبل ما اقطع برضو. خلاص روحي اتقدملي. اعمل فيك ايه بقى؟ اخلوقك كمان؟ اخلوقك عشان اخلص منك؟ الغيرة قاتلة. موتي موتي عشان اخلص من زنك. هقول لك حاجة، بذمتك ودينك لو رحت اتجوزت واحدة هتلاقي احلى مني؟ هلاقي ايه؟ طب ابعد عليا. هتلاقي واحدة تنغنيشك وتغلس عليك زيي؟ لا. هتلاقي واحدة تدلعك وتعلي مزاجك زيي؟ في دي بقى انت عاملة الصحة وزيادة. اتصل. انا قايم. ايه ده، تعالى رايح فين؟ عندي حاجات كتير عايز اعملها. لا استنى، عايزك في موضوع مهم. عايزه ايه يا ستي؟ خد عد الحاجات دي لغايه لما اروح كوبايتين عصير واجي. بنت المجنون، ايه ده؟ الفلوس دي مسروقه ولا ايه؟ يا بنت سبع ولا ضبع؟ ملص مني يا معلم. ملص منك؟ ملص منك في انهي حته يالا؟ ما تنطق يالا، ولا انت بتعرفش تتكلم الا لما قنديلي رفعك بالمسدس عشان تخبص عليا. هو قال لك ايه بس يا معلم؟ المعلم قال مين ده اللي قال لي يالا؟ انا بتهيالي ان الواد زيزو اداك قرشين فمش عارف تنطق. اطلع الطبنجه وافرغها فيك عشان ترتاح؟ حول يا معلم ورزي على الله. بس والله العظيم، والله العظيم يا معلم ما كان يخطر في بالي ولا يخطر في بال اي بني ادم في الدنيا الموضوع ده. في يالا طلع تاجر مخدرات؟ يا ريت يا معلم، يا ريت. هقول لك على كل حاجه يا معلم، بس والنبي وحياة ابنك عاصم يا باشا، ما تزعل مني في اللي هقوله يا معلم وحياة ربنا. ما تقول يا واد وقعت قلبي. زيزو يا معلم دلوقتي مع الست سلام، مش عايز جوزها بهلول. داخل انت بقى عليا بالقرشينات فاكراني هتخض، ولا لكش تكوني فاكره فلوسك دي فلوس يا بت ولا انا محتاجهم؟ ماشي يا اخويا، ماشي يا عم المستغني. طب ورحمه امي ما هم راجعين يا بت؟ انا اصلا شاكك في الفلوس دي، وانت بصراحه ربنا مش عارفه تفهمين الفلوس دي مسروقه من ابوكي ولا جايباها منين بالظبط. هقول لك يا زيزو عشان اخلص منك، الفلوس دي اللي سابها لي بهلول قبل ما اخش السجن. قولي كده، الفلوس اللي سرقهم بهلول ودخل بيهم السجن؟ ماشي. اللي ماشي ما بتشتغلش في فلوس مسروقه يعني؟ حد الله لا والنبي، ليك بس في الحب الحرام. دي حاجه ودي حاجه، ولا عايزه حياتي تبقى كلها شمال؟ طب هقول لك على حاجه، خدهم مني قرض وسددوا على مدى الحياه. يا زيزو نفسي يكون ليا حته قد كده جواك يا بت. ده انت الحته كلها لا والنبي. صحيح او ربنا
يا نهار اسود. ده انت الحب والموب والاسد والدب. ايوه كده دول معايا بقى. وسيبني يا زيرو اتدحلب كده لغايه لما عسكر جواك. غيرش انت بس اللي ساعات بتقوم معقر ومعصلج معايا. مين ده اللي يعقر ويعصلج؟ لا انا في الحاجات دي بقى مطيع طاعة عمياء. شرفي يا ابن الكلب. يا نهار اسود ابويا والنبي. لا ارمي المسدس، ما تغطيش نفسك في ده، ده جوزي. انتوا بتضحكوا عليا ولا بتعملوا ايه؟ قالت لك جوزها يا معلم. جوزها ازاي وهي متجوزه يا ابن المجنونه؟ ما تجيب الورقه يا بنت. ورقه ايه اللي هتجيبها؟ انتوا هتجننوني. اتطلقت يابا، والله العظيم اتطلقت. رفعت عليه قضيه واتطلقت للضرر وطلعني من السجن. اخرسي خالص. اسمع بقى يا معلم، ما تفتكرش ان انا خايف من الطبنجه اللي في ايديك. انت مراتي، انا ما عملتش حاجه غلط. لو خلصت علينا مش هستفيد حاجه، رجعتك هتبقى بجلاجل. الرقتين دول اصل، وعندي منهم صور كتير قوي ممكن يغرقوا شارع عبد العزيز كله. بعدين يعني يقولك لو واحده من دول راحت لابنك الباشا صابت. هيتجوزني شرعي يابا، والله العظيم هيتجوزني شرعي. انت خاصي خاصي. عرفت توطي راسي قدام الكلب ده؟ عرفت تنتقم مني؟ بره، اطلع بره. سامحني يا بانش. قولي لامك انها طالب. مالك يابا؟ طالب. طالب. ثلاثة أبو